اهلي وزمالك من تاني قمه سوبر جديده، لكن المره دي هتكون محلي. رغم اجتهاد بيراميدز وسيراميكا، الخبرة بتكسب. ركلات الترجيح بتقود الزمالك لنهائي السوبر بتألق معتاد من عواد، والأهلي برعاية راس وقدم طاهر محمد طاهر بيتخطى سيراميكا بصعوبة، علشان تنتظرنا قمة ممتعة جديدة على أرض الإمارات، والسوبر هو اللي هياخد. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. الاهلي والزمالك الى نهائي كاس السوبر المصري. الزمالك يتخطى بيراميدز والاهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا. كل حاجه النهارده كانت حلوه، الصوره حلوه، الجمهور حلو، التنظيم حلو، فكره ان يبقى في حكام مصريين كمان هم اللي بيديروا مباريات كبيره زي دي حاجه مشرفه جدا. بالمناسبه الحكام النهارده حتى هم نازلين في الملعب قبل المباراه شيك، يعني زينا زي الاجانب، يعني ما نقلش حاجة. يعني أداء النهاردة بقى نتفق نختلف، تقول لي والله كان في أخطاء، والله كان في حاجات حلوة، براحتك، أنا ما بعلقش دايما على القرارات التحكيمية، دي قصة تانية. بس في نقطة بس قبل ما أخد المداخلة المهمة دي، فكرة إنه خطأ الحكم المصري بيجي على صدرنا قوي، لا اللي هو ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش، لكن لما يبقى عندنا حكم أجنبي وبيغلط بتعدي عادي وتمام ما فيش مشكلة. يا جماعه دلوقتي الحكام بتوعنا كويسين، عندنا وسيله مساعده اللي هي الفار، فكر بقى العقده طول الوقت اللي هي بتاعت ايه، هات لي حكم اجنبي، هات لي حكم اجنبي، هات لي حكم اجنبي، نبطلها بقى، موضه وبقى دمها تقيل وخلصت والمفروض تخلص يعني. طيب معايا عبر الهاتف الان كابتن الكبير كابتن ابراهيم نور الدين، المدير الفني للجنه الحكام المصريه. يا كابتن ابراهيم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. مساء الخير او صباح الخير بقى، انت التوقيت عندكم الساعه كام دلوقتي استاذ كريم؟ مع حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وبنشكرك شكرا جزيلا نيابه على التحكيم المصري بصفه عامه وعن المجموعه اللي موجوده في الامارات لتحكيم بطوله السوبر بصفه خاصه، ودايما حضرتك داعم للتحكيم المصري ومن نبع وطنيتك ومن نبع حياديتك، وان شاء الله القدم هيكون افضل من اللي شفته النهارده. كمان النهارده بقول لك يا كابتن ابراهيم، من اول نزولكم لارض الملعب والصوره الحلوه دي، الصوره المشرفه للحكم المصري لحد اداره المباراتين، كل حاجه كانت ماشيه بشكل كويس، ودي تحيه مني لحضرتك ومن اداره لجنه الحكام المصريه ان انتم تصروا على انه يبقى تحكيم مصري في بطوله السوبر المصري، وكان التحكيم
مشرف دائما وابدا. الحقيقه طبعا انا بشكرك شكرا جزيلا على ثناء حضرتك على التحكيم وعلى الاداء وعلى المظهر اللي هم ظهروا بيه النهارده. ولازم اكرر شكري لمجالس اداره الانديه الاربعه المشاركين في بطوله السوبر، ومن قبلهم الاتحاد المصري لكره القدم على ثقتهم الغاليه في التحكيم المصري وعلى دعمهم للتحكيم المصري. وان شاء الله دي تبقى بدايه والثقه تزيد، وان شاء الله الاخطاء تقل والتميز يكون افضل. احنا بس عايزين نقول حاجه بمنتهى الشفافيه. اتفضل. مفيش مخلوق على وش الارض يقدر يمنع اخطاء التحكيم، لكن الشغل والتدريب والتطوير ممكن تقللها. صح. الاخطاء لازم هتبقى موجوده. كان الاتحاد الدولي اللي هو بيدير اللعب على مستوى العالم وعنده افضل الخبراء على مستوى العالم بيديروا، احنا بنشوف كاس العالم فيه اخطاء، بنشوف البطولات الكبيره فيها اخطاء، لكن المهم عندنا ان تكون الاخطاء غير مؤثره في نتائج المباراه. هو ده اللي يعنينا في الفتره ديت، وان شاء الله باذن الله. يعني كابتن ابراهيم انت قلت بمنتهى الشفافيه، يعني انت شفت النهارده اخطاء في المباراتين، وهل كان في اي اخطاء مؤثره؟ انا عارف ان انا مش هسالك على امور فنيه طبعا او حالات فنيه، بس انت بشكل عام شفت اي اخطاء اثرت على نتيجه اي من المباراتين؟ لا كابتن، انا كابتن كريم بتكلم بشكل عام. اي شيء في الدنيا بيكون الاداء فيه غير مرضي، عشان الاداء يبقى مرضي محتاج تدريب ومحتاج وقت ومحتاج تثقيف، والتطوير ما بيجيش بين يوم وليله في التحكيم. الحكام عندنا في مصر مستواها جيد جدا وممكن يكون اكثر من جيد جدا، لكن هم السنه اللي فاتت كان فورمة الماتشات هم كانوا بعاد عنها شوية، كانوا بيلعبوا على فترات متباعدة كل 40 يوم و45 يوم، وكانت ممكن توصل لشهرين ما بين المباراة والمباراة، فده كان بيخرجك بره فورمة المباريات. لكن الفترة ديت الحمد لله قبل ما نسافر عملنا كرسي تدريبي للحكام، وبعدين دفعنا بيهم في دوري المحترفين، عشان طبعا الدوري الممتاز ما كانش بدأ، عشان خاطر يبقى يكونوا فورمة المباريات. فهم بدأوا يقتربوا من مستواهم العالي اللي هم ظهروا بيه في كأس الأمم الأفريقية في يناير الماضي. فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية، وطبعا احنا مش عايزين نقول حظنا سيء إن احنا بدينا الموسم ببطولة قوية جدا زي بطولة السوبر، لكن أنا واثق كثقة عمياء في الحكام المصريين وفي أدائهم، والرجال معادن، وهم ظهروا النهارده بشكل مشرف وانا بحييهم، وان شاء الله اتمنى لهم التوفيق في المباراتين القادمتين، وان شاء الله هتلاقي مردود افضل من اللي انتم شفتوه النهارده في الدوري وفي دخول الحكام الفورمه العاليه بتاعتهم ان شاء الله. كابتن ابراهيم، هل انت واثق انه المباراه النهائيه تحديدا هيديرها طاقم تحكيم مصري؟ وبقول لك كده عشان نادي الزمالك بعد المباراتين النهارده طالب بتحكيم اجنبي او تحكيم اماراتي للمباراه النهائيه، هل هتصر على انه يكون طاقم تحكيم مصري ولا ممكن يبقى فيه تغيير؟ لا كابتن كريم، احنا بس عشان خاطر ما ندخلش في، احنا مش في 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 منافسه ولا في صراع مع الانديه. احنا يهمنا بشكل كبير نجاح البطوله، الحكام ادوا اداء جيد، واحنا ما فيش تواصل بيكون ما بيننا وما بين الانديه، في تسلسل في منظومه كره القدم في اتحاد كوره. الانديه مشكوره انها هتتعامل بصفاتها وسلطتها مع الجهه المنوط بها لاداره الكوره في مصر، مجلس اداره الاتحاد. يعني انا اتمنى طبعا ان الرجال اللي موجودين يكملوا، ان شاء الله هيكملوا ويشرفوا مصر ان شاء الله، وزي ما الانديه الاربعه دعموا التحكيم المصري ان شاء الله هيكملوا هذا الدعم، لان التحكيم المصري جزء لا يتجزا من منظومه كره القدم. منظومه كره القدم سلسله مترابطه، لو في مباراه ما حكمتهاش النهارده في 30 مباراه في الدوري المصري هنحكمهم، فان شاء الله باذن الله الثقه ديت هتدينا دافع معنوي لحكامنا ان هي رجعت لمكانتها. وانا اثق ثقه عمياء في الادارات الانديه الكبيره من نبع وطنيتهم وخوفهم وحفاظهم على اسم وسمعه التحكيم المصري. انا واثق ان هو ان شاء الله الثقه هتستمر وان شاء الله هيكون حكام مصري. هل حددتم طاقم تحكيم المباراه النهائيه وطاقم تحكيم المباراه الثالث والرابع؟ لا لسه عندنا يومين وفي تدريبات اخرى
زي ما قلت لحضرتك الاجهز ان شاء الله هيبقى موجود ان شاء الله، والفرصه متاحه للجميع حتى اللي لعبوا النهارده. شغلك مع الكابتن محمد فاروق في لجنه الحكام واضح للجميع، وشفنا كثير من التطورات في الفتره الاخيره. هل انت متقبل فكره انه يبقى فيه خبير تحكيم اجنبي مره اخرى كرئيس لجنه الحكام، ولا هتكمله بنفس الصوره؟ برضه يا كابتن كريم فضل. يعني الفتره دي انت حضرتك طبعا صديق عزيز وغالي، وعايزين نركز بس كل تركيزنا في الفتره دي على البطوله، نخلص من البطوله، وزي ما انا قلت الاداء التحكيمي هو اللي في فتره من الفترات اخفاقاته هي اللي تسببت في دخول حكام اجانب وخبراء اجانب يديروا التحكيم، والاداء لما هيرتفع ان شاء الله الحكام الاجانب مش هتبقى موجوده، وبالتبعيه مش هيبقى في خبراء اجانب يديروا التحكيم، لان بلدنا اولى بينا. وفي كلتا الاحوال القرار هيبقى برضه قرار مجلس اداره الاتحاد والسيد وزير الشباب والرياضه. ونتمنى ان شاء الله مصر فيها قامات كبيره زي ما حضرتك عارف، قادرين على اداره اكبر من لجنه الحكام. صحيح. كابتن الكبير كابتن ابراهيم نور الدين المدير الفني للجنه الحكام المصريه من الامارات، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نخش في الجد. النهارده المباراه الاولى كانت ما بين بيراميدز والزمالك، والزمالك بنفس سيناريو السوبر الافريقي تاخر بهدف في الدقيقه 14، هدف مبكر لبيراميدز تقدم به المتالق جدا جدا ابراهيم عادل اللاعب المميز جدا لبيراميدز، ويقدر الزمالك يعود في الدقيقه 40 بهدف التعادل لسيف الدين الجزيري، ويفوز في النهايه بضربات الترجيح الكل سجل فيها فيما عدا مصطفى فتحي تصدى لضربته محمد عواد، وقدر الزمالك يفوز في النهاية بضربات الترجيح. بيراميدز فرقة قوية جدا، رمضان صبحي عمل مباراة قوية النهاردة، إبراهيم عادل، فيستون مايلي، بتتكلم على إيجولا، بلاد توري عمل مباراة حلوة جدا، فرقة قوية جدا بيراميدز مفيش خلاف. إبراهيم عادل لاعب مميز جدا جدا بصراحة، دايما كل ما بشوف إبراهيم عادل يصعب عليا فكرة إن هو مش موجود في أوروبا دلوقتي، يعني بصراحة لعيب كواليتي يلعب في أوروبا مرتاح وفرق جامدة جدا في أوروبا. الزمالك النهاردة كان عنده بعض المشاكل بسبب غياب دونجا، بسبب غياب عمر جابر، زيزو النهاردة ما كانش هو زيزو، يعني مش في أفضل مستوياته، بس يعني الزمالك بقى بيعرف يتخطى الأمور الصعبة. قدام الأهلي ما كانش من المفترض إن الزمالك المرشح الأبرز وقدر يفوز على الأهلي، قدام بيراميدز على مستوى التشكيلتين فبيراميدز كان تشكيلته اقوى، فكان المفروض بيراميدز اللي يكسب والزمالك برضو قدر يكسب. ده شغل مدير فني، ده شغل جهاز فني بالكامل، وشغل لعيبه عايزه تفرح جمهورها. النهارده الزمالك بيفرح جمهوره مره ثانيه في اقل من شهر بعد السوبر الافريقي يفوز على بيراميدز، وبرضو الناس كانت مرشحه بيراميدز اكتر من الزمالك للفوز بالمباراه، والزمالك عكس التوقعات يفضل طول الوقت يقول يا جماعه انا كبير، انا نادي الزمالك، اوعوا تنسوا. يعمل كده نادي الزمالك كل شويه. جمهور الزمالك طول الوقت هتافات وروعه في الهتافات. المباراه دي تحديدا كان فيها كثير من القرارات التحكيميه اللي ممكن نحطها بين قوسين، كان حصل عليها نقاشات كثيره وحكايات كثيره وقصص كثيره، ودي ضربه جزاء رمضان صبحي اللي ضاعت. كان في لقطه لزيزو وهو بيتكلم مع محمد عواد قبل ضربه الجزاء، عرفنا احنا ان زيزو كان بيقول لمحمد عواد يعني خد بالك انه صبحي بيلعب على الحركه بتاعتك، فما تتحركش الا لما هو يلعب الكوره. هو بالمناسبه صبحي ما اتحركش خالص، يعني صبحي سمع، عفوا عواد سمع كلام زيزو وما اتحركش خالص خالص، والتوفيق طبعا لعب دوره انها خبطت في القايم وخبطت بعد كده في عواد، فمكان عواد اللي كان واقف فيه فاده بالمناسبه يعني في هذه الكوره، وده كان كلام زيزو. كان هدف قاتل جدا لأوباما في الثانية الأخيرة، احتسب تسلل والتجأ الفريقين لضربات الترجيح عشان يفوز نادي الزمالك في النهاية. كان في كام لقطة في هذه المباراة، وبصراحة شديدة محمد شحاتة لاعب جيد جدا 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 في وسط الملعب جدا، ومن اللعيبة الواعدة جدا، بس لما بيلعب ظهير أيمن مش بتاعته يا جماعة، يعني أنا شايف برضو هجوم عليه كبير بعد المباراة، بس محمد شحاتة ناحية اليمين مش بتاعته، هو حاول يعوض عمر جابر. يعني بصوا فين اللقطة يا جماعة بتاعت شحاتة، هاتوها لي. بص شحاتة بيتأخر جدا
في الضغط، ما خدهاش، وهوبا الكره اللي بعدها. بص 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 شحاته، لا دي الكره بتاعت ناصر ماهر، والكره دي برده مهمه جدا يا جماعه، رجعوها تاني من الاول او هاتوا الاعاده بتاعتها، هتشوف حاجه ظريفه قوي. هتلاقي بص ده محمد حمدي، تمام، هتتخطف منه الكوره، كمل الكوره، احمد سامي بيرجعها تاني، اتخطفت، هتتلعب اوت. بص بقى اللقطه دي مهمه جدا، ده في هدف الزمالك، محمد حمدي وجنبه ابراهيم عادل، الاثنين بقى بيتكلموا مع بعض، مش عارف ابراهيم عادل ولا مهند لاشين، لا ابراهيم عادل، الاثنين بيتكلموا على بعض، وخلاص سابوا ناصر ماهر يتحرك بالكوره، وده كان خطا غريب جدا، انه بداوا يشيلوا بعض المسؤوليه، محدش جري، وناصر ماهر يخطف منه الكوره، وسيف الجزيري كالعاده مميز جدا. في لقطه كمان كانت مهمه قوي في المباراه دي، ولقطه محترمه جدا من جمهور نادي الزمالك، الجمهور العظيم ده، مع يوسف اوباما. هتقول اللقطه على طول يا جماعه، هي دي، يوسف اوباما رايح يشوط ضربه ترجيح، لسه ماشي من الزمالك بعد نهايه عقده وانضم لبيراميدز، بيجهز الكوره، بيشوط الكوره. بالمناسبه اوباما لما سجل الهدف اللي احتسب تسلل برده ما احتفلش، بس بص اللقطه دي حلوه ازاي، يوسف اوباما بيسجل وبيرفع ايده بيشكر جمهور نادي الزمالك دون ان يحتفل. كمل كمل اللقطه، بص بقى جمهور الزمالك هيعمل ايه مع يوسف اوباما، بيسقف له، لقطه حلوه حلاوه وفيها احترام شديد جدا، وتدي مثل للعيبه اللي بتمشي من الانديه الجماهيريه، انت ممكن تمشي من النديج بس تحاول دايما تحافظ على حب الجمهور ليك واحترامه ليك، ما تعملش مشاكل، ما تعملش ازمات، ما تعملش دوشه. طيب زي ما قلت لكم المباراه دي كان فيها كثير من القرارات التحكيميه اللي كان عليها نقاشات كثيره جدا جدا. معايا عبر الهاتف الان خبيرنا التحكيمي الكبير كابتن جهاد جريشه. كابتن جهاد مشرف ومنور دايما، بسعد بتواجدك معايا. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. اخبارك ايه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. عظيم، انا اخش معاك في الجد على طول. النهارده في مباراه الزمالك وبيراميدز الدقيقه 14 كان في هدف لبيراميدز، هذا الهدف صحيح هدف ابراهيم عادل؟ نشوف مع بعض؟ يلا هنعرضهم حالا دلوقتي، الجون هيبقى معانا حالا يا فندم. انطلاقه من رمضان وبعد كده خدها ابراهيم، رجعت لرمضان تاني. بعض الناس احنا مشينا بالهدف، اولا مفيش خطا على لاعبي بيراميدز قبل الهدف، وبالتالي وبنتكلم بقى دلوقتي مفيش تسلل على ابراهيم عادل، والهدف هدف صحيح تم احتسابه، وتم في الاول مفيش تسلل هنا، ونفس الكلام مفيش خطا على ابراهيم عادل لما رجعت لرمضان صبحي ولعب الكوره، مفيش تسلل كمان على ابراهيم عادل، وبالتالي بنتكلم ان الهدف هدف صحيح، والمراجعه للهدف مراجعه صحيحه. عظيم جدا. الكره الثانيه كانت في الدقيقه 40 وهدف نادي الزمالك. الهدف ده فيه حاجتين اتنين نتكلم فيها كريم، اولا رميه التماس اللي تم احتسابها هي رميه تماس لصالح بيراميدز، الخطا تم احتساب رميه التماس، لو بدانا من الاول بس رميه التماس الاولاني قبل ما نروح للهدف نفسه، رميه التماس اللي استئناف منها دي هي اساسا رميه التماس لبيراميدز وتم احتسابها للزمالك، بس ده نوع من انواع الاستئناف، استئناف اللعب. لا يمكن حكم الفار باي احد من الاحوال يتدخل فيها، وبالتالي بنتكلم هي خطا موجود، خطا موجود برميه التماس لصالح بيراميدز. يعني شوف الكره واضحه صريحه اللي لعب الكره لعب الزمالك، وبالتالي كان خطا احتساب رمي التماس كانت لصالح بيراميدز في اللقطه دي. لما تم استئناف الحكم الفار استحاله يتدخل باي احد من الاحوال لما تم احراز هدف. الهدف بقى ما بيسببوش خطا على الزمالك، على الزمالك ولا تسلل، وبالتالي الهدف هو هدف صحيح من بدايه رمي التماس، من بدايه الاستئناف. لكن كل لازم نقول انها قبلها كانت رمي التماس لصالح بيراميدز. يعني هدف الزمالك كان من رمي التماس واحتسبت بشكل خاطئ لصالح نادي الزمالك. بالظبط كده. ماشي. في دقيقة 44 كان في مطالبات بضربة جزاء لبيراميدز، اللقطة تبقى معانا حالا يا كابتن جهاد اهي. هو اللقطة دي. نعيدها لا الاحتكاك اللي حصل هو اللاعب لعب الكره، لاعب بيراميدز لعب الكره، هو كان بيطالب بركله ركنيه مش عايز ركله جزاء، هي الكره في الاخر الاحتكاك اللي حصل بعد ما لعب الكره كان احتكاك طبيعي جدا، ما يرقاش لخطا على لاعب الزمالك، اللي في الالتحام حصل لكن لا يرقى احتساب ركله جزاء باي احد من الاحوال. حتى هيبان من اللقطه اللي ورا الجون واضحه جدا ان ما فيش فيها احتكاك يروح ركله جزاء، هنشوفها من ورا الجون، الاحتكاك اللي حصل لا يرقى باي حال من الاحوال
لاحتساب خطأ على لاعب الزمالك او احتساب ركله جزاء، وبالتالي استمر اللعب، كان قرار صحيح من حكم المباراه. طيب في الدقيقه 49 كان في مطالبه من لاعبي نادي الزمالك بركله جزاء، كانت في اخر الشوط الاول. تمام. دي لعبه مصطفى شلبي، شلبي لاعب الزمالك، هو اداها ساعة الكره وسبب السقوط الاساسي في تلامس حصل من 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 لاعب البيراميدز لكن التلامس ده لا يرقى الجزاء، الاساس السقوط هو الكوره. يعني اللي هنكمل الكلام كده، اللي وقعه هو خلاص كده اتزانه، هو نرجع خطوه بس اللي بالصوره هتلاقي اتزانه في اللقطه دي خلاص اختل اتزانه، هو كده خلاص راح للسقوط، حصل تلامس من الرجل في الرجل، لكن مش ده سبب السقوط، وبالتالي استمر اللعب، كان قرار صحيح، ما فيش ركله جزاء للزمالك في اللقطه دي. طيب الدقيقه 48 كان في مطالبه من لاعبي بيراميدز بضربه جزاء، كرة أمام حضرتك، هي دي الكرة. تمام. أولا هنرجع بقى للقطة بدايتها قبل ما يحصل الالتحام اللي حاصل، عشان بس نتكلم في نقطة مهمة. أولا اللاعب بيراميدز، نرجع بس هنا بالصورة كريم، نرجع بس بالصورة ونقف بس بالظبط هنا، نقف هنا كده. أولا لاعب بيراميدز هو المتقدم على لاعب الزمالك، مفيش أي فرصة للاعب الزمالك إن ينافس على الكرة. ماشي. وبالتالي اي خطا ممكن يحصل، مسك او عرقله او دفع، ده كله هتروح انت بتمنع فرصه محققه لتسجيل هدف، ومفيش فيها اي فرصه للتنافس. وبالتالي بنتكلم ان اللي حصل مسك من الكتف من فوق وعرقله من الرجل من تحت، هي ركله جزاء صحيحه، بعد معروف بالمنظر ده في نص الملعب، ما شافش التفاصيل دي كلها وما احتسبش في الملعب. الفار لما جابه ورى له اللقطه، هي ركله جزاء صحيحه، ماسك من فوق، من الكتف من فوق، والرجل من تحت، ومفيش اي فرصه للاعب الزمالك لعب الكره، وبالتالي دي فرصه محققه لتسجيل هدف، منع فرصه محققه لتسجيل هدف بدون تنافس، وبالتالي هي ركله جزاء صحيحه، وكان يجب على الحكم اعطاء لاعب الزمالك كارت احمر. احمر مش 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 اصفر، لان ما عندوش فرصه للتنافس. بننزل من الكارت الاحمر يا كريم للكارت الاصفر لما انا كلاعب عندي فرصه ان اتنافس على الكره، اروح للكره واتنافس عليها، هو ما عندوش اي فرصه للتنافس على الكره، وماسك من فوق الكتف من فوق والرجل من تحت، الاثنين حصلوا مع بعض في وقت واحد، ما فيش عنده فرصه للتنافس، لان هي لمسه واحده من لاعب بيراميدز جون، وبالتالي هو لاعب الزمالك ما عندوش فرصه للتنافس، وبالتالي كنا نروح لركله الجزاء، وكان الكارت الاحمر كارت وجوبي في اللقطه دي. وجوبي. طيب هل الخطا ده يعتبر خطا مؤثر اثر على نتيجه المباراه؟ يعني هو خطا من ضمن الخطا المؤثره، على فكره النهارده الاخطاء المؤثره كلها في صالح الاهلي وفي صالح الزمالك، يعني انت هتكلم النهارده اليوم بالكامل، النهارده كان التحكيم في صالح الاهلي في الماتش الثاني وصالح الزمالك في الماتش الاولاني، نتكلم بمنتهى الوضوح قدام الناس كلها. ماشي. دقيقه 71 كان في ضربه حره مباشره لم تحتسب، وانذار مستحق على ابراهيم عادل لم يحتسب، نشوف اللقطه. ابراهيم عادل بيرفع ايده. طبعا هو عبد الله السعيد لعب الكره وبعد كده كمل ابراهيم عادل فيه بتهور. كان لازم الحكم يحتسب ركله حره مباشره وانذار لابراهيم عادل، هو ما احتسبش خطا اساسا، وبالتالي بنتكلم على خطا موجود بتهور، كان لازم ركله حره مباشره وانذار لابراهيم عادل. طيب في الدقيقه 97 طبعا اللقطه الاكثر اثاره للجدل، هدف بيراميدز الملغي مع نهايه المباراه ليوسف اوباما. الكره دي هل هي تسلل فعلا كابتن جاد؟ تمام. لحظه يعني بس نوقف بس اللقطه ساعه ما يلعب مصطفى فتحي، بس اللقطه العرضيه لحظه اللمس نقف، اللحظه دي هو اللحظه اللي الحكم الفار بياخد فيها اللقطه وبيحط النقط. اخر جزء من لاعب الزمالك اللي هو موجود في جوه منطقه الجزاء او رجليه على خط منطقه الجزاء، ده اخر لاعب من الزمالك، اللاعب اللي هناك في الاخر خالص هو اوباما اللي متقدم بجزء من جسمه، لما اترسمت الخطوط على فكره في الامارات اعلى تقنيه في ار موجوده في العالم، وبالتالي لما ترسم الخطوط وتحط النقط بصوره صحيحه بتطلع لك النتيجه وبسرعه، اللي عملها النهارده عاشور بيعملها في مصر، بس السرعه ما تبقاش بالسرعه اللي طلعت بيها النهارده. ليه؟ لان التقنيه المستخدمه هناك هي احدث تقنيه في ار موجوده في العالم مش في الامارات بس. طيب. وبالتالي السرعه اللي حصلت فيها اتخاذ القرار هي سرعه موجوده لكفاءه عاشور اولا، واستخدامه الاجهزه اللي موجوده معاه النهارده بصوره كبيره، هي دي اللي برضه ساعدته يطلع القرار صح ويطلع بالسرعه اللي طلع بيها النهارده في القرار ده. ممتاز. نروح لمباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، والهدف الاول اللي سجله النادي الاهلي عن طريق طاهر محمد طاهر في الثانيه 12، الهدف ده صحيح ولا في اي مشكله؟ الهدف هو امام حضرتك. الهدف اللي كان في الدقيقة الأولى طبعا ما فيش خطأ قبل الهدف على لاعب النادي الأهلي، الضغط حصل بصورة قانونية جدا والإحراز الهدف تم بصورة صحيحة، وكانت مراجعة صحيحة من حكام الفي آر، وهدف صحيح تم احتسابه النادي الأهلي. عظيم.
الدقيقة 28 كان في مطالبة من نادي سيراميكا كليوباترا بضربة جزاء، والكرة أمام حضرتك. دي بيرسيتاو احتكاك مع لاعب سيراميكا، هنشوفه من أكتر من زاوية. هل بيرسيتاو عمل خطأ يعاقب عليه بركلة حرة؟ هنشوف اللقطة من أكتر من زاوية. أي على فكرة كل الزوايا ما تبينش التفاصيل اللي هتشوفه بالزاوية الخلفية. الزاوية الخلفية تشوف هل في خطا من بيرسيتاو على في اللقطه دي، هي دي الزاويه اللي هتبين ان الراجل متفادي تماما الاصطدام بالرجل، وبالتالي مفيش خطا، مفيش دفع، مفيش عرقله. الاحتكاك ده كان احتكاك طبيعي جدا لا يرقى لاحتساب ركله جزاء، واستمرار اللعب كان قرار صحيح، وكانت دي مراجعه صحيحه من حكم الفار، مفيش ركله جزاء لسيراميكا في اللقطه دي. عظيم. ناخد اللقطه اللي بعدها والدقيقه 30، رامي ربيعه خد انذار بسبب التهور. هاتوا اللقطه شباب اللي بعدها على طول. دخول رامي ربيعة في اللقطة اللي جاية، خلاص احنا خلصنا اللقطة دي. دخول رامي ربيعة في اللقطة اللي في دي هو دهس على القدم، الفوت ان فوت على الارض بالمنظر ده هو اقصى درجات التهور، وبالتالي الركلة الحرة لما تم احتسابها هي ركلة حرة صحيحة على رامي ربيعة، والانذار وجوبي انذار مستحق على رامي ربيعة في اللقطة دي، وبالتالي بنتكلم ان الانذار اللي تم اشاره رامي هو انذار صحيح، والرجل فوق الرجل بالمنظر ده هي اقصى درجات التهور وقرار صحيح من حكم المباراة. طيب الدقيقة 42 ايضا انذار لاكرم توفيق. نشوف اللقطة. نفس الكلام، التهور الواضح من اكرم، طبعا هو احمد ما نقلش عينه، في حكام بتنقل العينه ما بتشوفش الخطا اللي بيحصل، ما نقلش عينه وشاف التهور، الدخول التهور الواضح من اكرم توفيق، وانذار مستحق وركله حره صحيحه وانذار مستحق لاكرم توفيق في اللقطه دي. طيب في الدقيقه 53 كان في مطالبه من النادي الاهلي بضربه جزاء، الكره امام حضرتك. بنتكلم احنا عندنا يعني الشوط لما اتشاطت في ايدين موجوده للاعب، الايد اليمين اللي بره الجسم لو الكوره جت فيها هتبقى ركله جزاء صريحه لان ايد مكبره الجسم، الايد الشمال موجوده جوه الجسم مش مكبره الجسم، وبالتالي لما جت الكوره فيها بالمنظر ده استمر اللعب كان قرار صحيح، لو تختلف القرار لو جت في الايد الثانيه. بص الايد اللي جت فيها الايد الشمال هي الايد اللي موجوده جوه الجسم مش مكبره الجسم، لكن لو راحت الايد اليمين اللي بره الجسم دي كان هيعاقب عليها بركله جزاء لان مكبره الجسم، وبالتالي لما جت في الايد اللي هي جوه الجسم مش مكبره الجسم استمر اللعب كان قرار صحيح، وكانت مراجعه صحيحه من حكم الفار، ومفيش في اللقطه دي ركله جزاء للاهلي. طيب في الدقيقه 54 هدف النادي الاهلي الثاني لطاهر محمد طاهر، الهدف امام حضرتك، هل كان في اي مشكله في الهدف؟ الهدف الثاني ما سبقوش اي خطا من لاعب الاهلي، ما سبقوش تسلل، ما سبقوش اي حاجه ممكن نلغي عليها الهدف، وبالتالي الهدف هدف صحيح تم احتسابه للنادي الاهلي. طيب الدقيقه 75 هل استحق اكرم توفيق انذار ثاني ام لا؟ هي دي الخطا الاساسي في المباراه النهارده اللي بنتكلم فيه، زي ما قلت لك الماتش الاولاني كان الاخطاء في صالح الزمالك، والماتش الثاني الخطا اللي موجود في المباراه دي لصالح الاهلي. اكرم توفيق لما راح بالمنظر ده هو قطع تمريره، اللاعب كان ممكن تمريره لنفسه في هجمه واعده ومساحه، لما راح بايده بالمنظر ده هو طبعا هو اللاعب كان بيلعب الكره لنفسه سواء لنفسه او لزميله في المساحه اللي راح ليها ديت، والهجمه الواعده بالمنظر ده، واكرم راح بايده عارف راح فين بايده مكبره جسمه، وهو اللي قطع التمريره بالمنظر ده يعاقب عليها بانذار. الانذار طبعا هو اكرم ساعه اللاعب لما بيلعب الكره كان رجليه على الارض ما فيش سلايدنج، وبالتالي هو اللي راح وعمل الحركه اللي عملها دي، وهو اللي كبر ايده بره جسمه، وبالتالي بنتكلم على انذار مستحق لاكرم توفيق، ده كان هيبقى الانذار الثاني والطرد، وده خطا المباراه الاساسي اللي موجود مع احمد غندور النهارده. طيب انت قلت لي ان الحكام النهارده كانت قراراتهم لصالح الاهلي والزمالك في المباراتين، ورغم ذلك المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بعد المباريات قال انه التحكيم المصري ما عداش بشكل جيد، وان هو بيطالب بحكام اجانب او حكام اماراتيين للمباراه النهائيه، رايك ايه؟ هو النهارده الاخطاء التحكيميه في المباراتين، الماتش الاولاني كان الاخطاء في صالح الزمالك كلها او معظمها في صالح الزمالك، وكانت اخطاء كبيره. الخطا اللي موجود في الماتش الثاني كان موجود لصالح الاهلي، طرد اكرم توفيق ما انطردش، دي اللي نتكلم عليها في المباراه مجملا هنا ومجملا هنا، الاخطاء مشيت في صالح القطبين الكبيرين الاهلي او الزمالك في الماتش الاول والاهلي في الماتش الثاني. احنا طالبنا طول الوقت ان دايما يبقى عندنا ثقه في التحكيم المصري. الماتش اللي جاي ماتش على المحاكي يا كريم، انا بتكلم على التحكيم، الظروف الماتش السوبر واللي حصل في ماتش السوبر والشد العصبي اللي قبل في المباراه،
اتمنى ان شاء الله التوفيق للتحكيم المصري، لان نجاح الماتش ده بتحكيم مصري هيبقى مفتاح لنجاح الماتش. تتوقع مين يدير المباراه النهائيه يا كابتن جاد؟ لو حكم مصري هيبقى واحد من اثنين، ما هو ما فيش ثالث منهم، هو امين عمر او محمود ناجي. المفاجاه لو حد من الاثنين النهارده اللي لعبوا يتكرر تاني، وده وارد على فكره، مش 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 يعني موجود في التحكيم، لو انت ممكن تكرر حكم اللعب النهارده. لكن الاقرب للمباراه هيبقى لو حكم مصري هيبقى امين عمر ووراه محمود ناجي، واحد من الاثنين هيبقى في المباراه النهائيه. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات المهمه. احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك بعد المباراه كتب علامات استفهام حول مستوى التحكيم في لقاءات اليوم، مما ينذر بكارثه تحكيميه نحن في غنى عنها قد تحدث يوم الخميس القادم. لذا يبقى التساؤل، لماذا لا نستعين بحكام اجانب او من دوله الامارات الشقيقه منعا للمشاكل؟ استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك مع الهاتف الان. استاذ احمد مشرف ومنور، وبهنيك اليوم الفوز امام بيراميدز والصعود للمباراه النهائيه للسوبر المصري. الله يبارك فيك، ربنا يخليك، تسلم كابتن كريم، وان شاء الله ربنا يكلل مجهود يعني مجهود الفريق طبعا بالفوز بالبطولة بإذن الله يوم الخميس. طيب أنا عادة لا أتحدث عن التحكيم أو قرارات تحكيمية سلبا أو إيجابا، بس كان معايا كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي منذ لحظات، وقال أنه التحكيم النهاردة كان لعب لصالح الزمالك ولعب لصالح الأهلي في المباراتين. إيه اللي مش عاجبك النهاردة زحمت في التحكيم المصري؟ لا بص، يعني انا ما مش حابب ادخل في فنيات او في امور، لان اكيد في خبراء اكثر قدره يعني مني على تحليل الاخطاء التحكيميه، لكن ولا برضو عايزين نشخص الموضوع ان الحكام لعبوا لصالح مين. انا مش عايزين الحكام يلعبوا لصالح حد اصلا، طبعا عايزين الحكام يلعبوا لصالح التحكيم فقط لا غير. لكن اعتقد ان الكل الاربع فرق، او يعني بلاش الاربع فرق، كل واحد يتكلم عن نفسه او عن فريقه. احنا كزمالك لا طبعا مستائين جدا مستوى التحكيم النهارده في المباراتين، اخطاء بالجمله. حتى الفار واضح ان هو يعني ما لولا وجود الفار كانت حصلت كوارث اكبر. لكن برضو الفار ما بيتدخلش، او في حاجات ما تدخلش فيها. فالوضع العام او الصوره العامه مش مطمئنه خالص قبل مباراه يوم الخميس. والغريب او التساؤل فعلا، هو احنا ليه مسافرين واخدين الحكام معانا؟ يعني احنا عاملين نوع من التعاون وتجربة جديدة، ما هي مش جديدة قوي، بس يعني تجربة اللعب خارج الحدود في دولة زي دولة الإمارات الشقيقة. دولة الإمارات عندها حكام على أعلى مستوى، لو حتى استبعدنا فكرة الحكام الأجانب. الإمارات عندها حكام حكموا في كأس العالم في قطر الـ 22. عندها زمان كان عندها كابتن علي بوكسين من علامات التحكيم العربي. يعني رايحين دولة عندها يعني مستوى تحكيم عالي جدا. ولو قلنا حتى الأجانب، هي دولة بيتوافد عليها الأجانب من كل الجنسيات، ما كانش هيبقى صعب ولا ماديا ولا تنظيميا ان يتم يعني استخدام طاقم تحكيم اجنبي. لكن ان احنا ندخل ماتش النهائي بمستوى التحكيم ده، لا طبعا امر مثير للقلق بشكل كبير، واحنا في غنى عنه تماما. هل الحكام المصريين لو احنا متمسكين بيهم او عايزين ندعمهم، وده يهمنا طبعا، يبقى في تحكيم مصري على مستوى عالي. ما هم بيحكموا 99% من مباريات النظام الرياضي في مصر كله. ما بين دوري وكاس، لما تيجي على ال 1% اللي فيه نوع من يعني التشكك او عايزين الاطمئنان عليه، مش هيحصل حاجه. مش طب استاذ احمد يعني عشان الامور طبعا عشان الامور تبقى اكثر وضوحا، يعني ايه اللي ما عجبش نادي الزمالك النهارده في القرارات التحكيميه سواء في مباراه الزمالك او المباراه الاخرى؟ لا برضو انا مصر ما تدخلش في فنيات خبراء التحكيم على قناه ابو ظبي رياضيه او على ام بي سي او على اون سبورت. اتكلموا كتير عن اخطاء معينه وعن تجاوزات معينه، ومش هدخل في تفاصيلها، لكن الكل اجمع ان كان في اخطاء واخطاء فادحه. هل الزمالك هيطلب بشكل رسمي ان يكون طاقم تحكيم المباراه النهائيه ما يكونش مصري؟ حتى الان لسه المجلس بيدرس الموضوع، في حاله استياء شديده من مستوى التحكيم، لكن لغايه النهارده لسه ما فيش قرار نهائي، وخصوصا كمان برضه علامه استفهام على اختيار كابتن امين عمر، مع كل الاحترام الشديد ليه، لكن ليه وقع مع الزمالك قبل كده لو تفتكرها بتاعه ماتش المقاولين، لما قال انا مش مقتنع، وكان حتى كلمه يمكن استفزت جمهور الزمالك وقتها، لان مفيش اقتناع في القوانين، قوانين يا ابيض يا اسود، واحد زائد واحد يساوي اثنين، فكانت كلمه يعني مثيره للاستفزاز جدا لجمهور الزمالك. فاعتقد ان برضه كاختيار كابتن امين عمر للمباراه النهائيه هو اختيار غير موفق حتى الان كاسم. طيب عايز اتكلم معاك عن المباراه النهائيه. وبرضه الناحيه الثانيه، النهارده كان بيحكم كابتن احمد الغندور صاحب الواقعه الشهيره في مباراه المصري اللي عملت ازمه كبيره جدا، يعني معرفش
هل هم بس دول الحكام اللي موجودين مثلا في مصر نقدر نتعامل معاهم؟ مفيش اجيال جديده، مفيش ناس بتطلع جديد او اسماء ممكن ندعمها يكون عندها مثلا فرص افضل؟ اتمنى ان يبقى في جيل جديد من الحكام. عظيم. هتكلم معاك عن المباراه النهائيه امام النادي الاهلي مره اخرى في اقل من شهر، مواجهه اخرى مع النادي الاهلي بعد مباراه السوبر الافريقي وفوز الزمالك بها. النهارده مارس الكره في المؤتمر الصحفي بيتكلم انها مباراه رد اعتبار للاعبي النادي الاهلي والاهلي. بالنسبه لنادي الزمالك المباراه تمثل لكم ايه يا فندم؟ لا هي طبعا بطولة مهمة، أكيد مش هتكون بحجم بطولة السوبر الأفريقي، لأن برضو البطولات القارية أكيد برضو بتكون أهميتها أكبر من البطولات المحلية، لكن هو إحنا يهمنا ندخل الموسم ببطولة تانية أو بطولة جديدة تفرق معانا جدا في اللي جاي معنويا ونفسيا. والأهلي طبعا من حقه إنه يرد اعتباره بعد نهائي القرن أو سوبر القرن، وده حلو إن هو يدي الماتش يعني حالة من الحماس الشديد من جمهور الفريقين، وإن شاء الله يطلع بشكل أهم حاجة مشرف وحاجة يعني تشرف الكرة المصرية، خصوصا ان هو خارج الحدود وان الدول الشقيقة بتكون يعني اهالينا هناك بيبقوا عايزين يستمتعوا بالمباراة، عايزين روح رياضية، فهو ده اهم حاجة ان شاء الله يوم الخميس. عمر جابر غاب عن مباراة اليوم بسبب الاصابة، هل وارد انه يلحق بالمباراة النهائية ولا في صعوبة في هذا الامر؟ نتمنى ذلك طبعا. دكتور محمد اسامة عامل مجهود كبير جدا مع عمر جابر ومع دونجا ومع الزناري ولسه اربع ايام، نتمنى ان شاء الله ان هم يتعافوا في يوم، يعني ندعي ربنا ان هم يلحقوا بالماتش. استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات المهمه. طيب دايما دافين في قصه التحكيم دي ما بنخرجش منها، ما بقولش مين صح ومين غلط، بس دايما بحس انه في دوشه وما فيش حد بيرتب من فوق العمليه ديت، ما فيش، دايما تايهين وسطيها، فربنا يسهل الحال ان شاء الله. يعني المباراة الأخرى أنا اتكلمت شوية عن مباراة الزمالك وبيراميدز، المباراة الأخرى مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، الأهلي فاز 2-1، الهدف الأول اللي سجله كان طاهر محمد طاهر في الثانية 12، ربما يكون ده أول هدف في تاريخ كرة القدم، أظن يعني إنه فريق يسجل هدف في كرة القدم قبل ما لعبته تلمس الكرة بالقدم. إزاي يعني؟ هقول لك. سيراميكا سنطروا الكرة، لعبوا واحدة التانية التالتة، وبعد كده في الآخر بالحاج راح رفع الكرة البسام بطريقة غريبة، هوب أول لمسة للأهلي في المباراة كانت رأسية من طاهر محمد طاهر هدف، فالأهلي سجل في 12 ثانية، هو طبعا ده أسرع هدف في تاريخ السوبر المصري، بس كمان أنا ما شفتش قبل كده فريق سجل هدف قبل ما لعبته كلها تلمس الكرة بالرجل، يعني على طول بالرأس. من بعد بقى الهدف ده الأهلي مش موجود، سيراميكا عمل مباراة رائعة، تحديدا الشوط الأول كان ممتاز، تناقل للكرة، تيكي تاكا، باصات قصيرة، فرص خطيرة، كل حاجة عملها سيراميكا كليوباترا في هذه المباراة، وقدر فخ اللقاي قبل نهاية الشوط الأول إنه يسجل هدف تعادل مستحق جدا لسيراميكا كليوباترا. ومن ضربة ثابتة معتادة ناجحة للنادي الأهلي قدر طاهر محمد طاهر يسجل الهدف الثاني ليه والفريقه في الدقيقة 54 بطريقة رائعة جدا عشان يفوز النادي الأهلي بالمباراة ويصل للنهائي في مباراة، ركز معايا، أقل من المباراة اللي قدمها قدام الزمالك في السوبر الأفريقي. بصراحة تصورنا، وأنا من الناس دي، يعني أنا من الناس اللي تصورت ده، إنه الأهلي بعد خسارة مباراة الزمالك هينزل النهاردة يعمل مباراة قوية جدا، بس الأهلي عمل مباراة أقل من مباراة الزمالك. تغييرات كثيرة كانت في التشكيلة النهاردة، غاب وسام أبو علي عن التشكيلة الأساسية، غاب مروان عطية عن التشكيلة الأساسية، غاب محمد الشناوي عن التشكيلة الأساسية، غاب حسين الشحات عن التشكيلة الأساسية، والباقي ما عملش أداء كويس بصراحة. يعني كريم نيلفي النهارده مش افضل مستوياته، اكرم توفيق مش في افضل مستوياته، امام عاشور واصل اداؤه المهتز سواء في وسط الملعب او حتى النهارده كجناح، بيرسي تاو بعيد خالص، عمر كمال عبد الواحد حتى قبل الاصابه ما قدمش حاجه كبيره، الفرقه فيها حاجه غلط. اعتقد ان مارسيل كولر قدام اختبار صعب جدا قدام نادي الزمالك يوم الخميس، صعب على نفسه وعلى فرقته قبل ما يكون صعب من نادي الزمالك. يعني ايه؟ ازاي هيبدا يرتب الاوضاع في فتره قليله جدا؟ طبعا لما وسام يخش، لما حسين يخش، لما مروان يخش بشكل اساسي وارد ان الامور تختلف، وان كان طبعا الناس دي كانت بتلعب في مباراه السوبر الافريقي،
بس وارد الامور تختلف، في حاجه مش مظبوطه فهمش. ما اصل مش هتقدر تقول انه اللعيبه مش جيده، لا هي دي اللعيبه اللي خدت كل البطولات السنين اللي فاتت مع النادي الاهلي، ولا تقدر تقول ان مارسيل كولر مدرب مش جيد، لا ده مارسيل كولر المدير الفني الكبير. وانا هنا هقف عند حاجتين بس بس، وحاجات تقليديه يعني دايما بتتقال في الظروف اللي زي كده. حتى هذه اللحظه الاهلي في الفتره الاخيره دي ما خسرش غير مباراه السوبر الافريقي، بطوله بس مباراه، حتى النهارده باداء غير جيد قدر يكسب. الناس كلها او مش الناس كلها عفوا، بعض الناس، مارسيل كولر فقد السيطره على الفريق، مارسيل كولر ما بقاش مركز، مارسيل كولر بقى بيألف، مارسيل كولر لا مدرب مش جيد، مارسيل كولر لازم يمشي. مباراه. طيب هكمل لك الثانيه وبعد كده اقول لك التعليق. الثانيه بقى، اللعيبه دي شبعت، اللعيبه دي لازم تتغير، اللعيبه دي مش كويسه، اللعيبه دي خلاص مش عايزه تلعب تاني، اللعيبه دي بتلعب بالشوكه والسكينه. خسروا مباراه، ببطوله بس مباراه. تعليق انا، مانشستر سيتي في عز ما بياخد بطولات بتمر عليه ايام سيئه، ريال مدريد في عز ما بياخد بطولات كثيره وبيسيطر على كره القدم في العالم بيمر بفترات سيئه. لا في مانشستر سيتي بيمشوا بيب جوارديولا ولا في ريال مدريد مشوا انشيلوتي. امتى الناس دي تمشي؟ لو النتائج ورا بعض ورا بعض ورا بعض كانت سيئه وخسرت بطولات كثيره. ارجوكم لكل جمهور الكوره وانا منكم كلنا، عايزين نبقى عندنا الفكره بتاعت انه ما نحاسبش بالقطعه. الاهلي دلوقتي مش جيد، سيء. مارسيل كولر مش في افضل احواله، اللاعبين مش في افضل احوالهم، بس فجاه كولر بقى فاشل واللعيبه دي شبعت فجاه. اصبر شويه، لو الكلام ده اتكرر كتير ساعتها تقدر تتكلم وتقول لا خلاص الامور راحت في سكه فيها مشاكل، لكن مش فجاه عشان مباراه خسرتها قدام نادي الزمالك صحيح الغريم التقليدي في نهائي السوبر الافريقي اللي هي بطوله بس كانت بضربات الترجيح، ما تنساش ده برضو. حتى ما خسرتش بسكور مثلا، ما خسرتش في الوقت الاصلي، بتحصل يعني، بتلعب مع قدام الزمالك يعني. مارسيل كولر النهارده بعد المباراه قال لك الاهلي مش محتاج طبيب نفسي في الفريق، كل اللي هو محتاجه ان كل لاعب يطلع افضل ما عنده، واحنا عندنا الكواليتي ونحتاج بس ان احنا نرفع تركيزنا خلال الاستحواذ على الكره ونضيق المساحات في الحاله الدفاعيه بجانب الدقه في التمرير، وهدفنا ان احنا نوصل لعيبه الاهلي لاعلى درجات التركيز. وده طبعا شغل مارسيل كولر، يعني مش المفروض يقوله لنا، المفروض يقوله لنفسه ويقوله للاعبين، ده شغل المدير الفني. يعني حتى لو هو شايف فيه تحفظ او شايف فيه سلبيات في هذا الامر فهو محتاج يشتغل على الامر ده فورا. قال كمان ان احنا سعداء باللعب على ملعب نادي الجزيره، الملعب اللي كسبنا عليه الموسم الماضي، لكن ده مش معناه انه هيدينا ميزه في لقاء الزمالك لانه مش استاد القاهره، وان احنا كان عندنا خيبه امل كبيره بعد خساره السوبر الافريقي خصوصا بعد ما خسرنا بركلات الترجيح، وبنسعى ان احنا نرد الاعتبار، واللعيبه عارفه ده كويس وعايزين يساعدوا جماهيرهم ويثبتوا انهم في افضل مستوى. قال كمان ان الحراره والرطوبه كانوا مؤثرين وسببوا تعب وشد عضلي لبعض اللعيبه وقدامنا شغل كتير للتاهيل، واتكلم على اصابه عمر كمال عبد الواحد قال كانت بسبب التحامات وسببت شد عضلي للاعب. اشرف داري قال ان هو عنده تورم في موضع اصابته القديمه ومحتاج وقت عشان يتعافى، واستبعاده النهارده كان عشان يعني يجنبه تكرار الاصابه او يحصل مشكله اكبر كاجراء احترازي يعني. مهم جدا. في حاجه غريبه في صفقات النادي الاهلي. يعني عمر الساعي بره القايمه خالص. يوسف ايمن النهارده موجود بس ما بيشاركش خالص. يحيى عطيه الله بس اللي شارك من الصفقات الجديده، واشرف داري ماشي نتفاهم فكره انه الاصابه ممكن اللي بعدته، بس حتى الاهلي بالصفقات الجديده مش موجوده، ما بتشاركش لسه كلها، الراجل مش واثق لسه فيهم، ومارسيل كولر هو اللي مختارهم، ولو مش هو اللي مختارهم عشان كده ما بيلعبوش دي تبقى حكايه ثانيه خالص. بس حسب معلوماتي انه ما فيش لاعب بيخش النادي الاهلي الا بقرار وموافقه مارسيل كولر. النهارده برضو عايز بصراحه يعني اشيد جدا 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 جدا، هفضل اقول جدا للصبح، بالكابتن ايمن الرمادي. يا جماعه مدرب مصري كبير متعلم كوره يعني، متعلم رخص وشغل وتركيز وثقافه
وفنيات وفاهم القدرات كويس. بالمناسبة في رأيي النهاردة الكابتن أيمن الرمادي غش ما فعله الزمالك في مباراة النادي الأهلي. هتقول لي إزاي؟ قال لك أنا مش هدافع قدام النادي الأهلي، أنا قدام النادي الأهلي هعمل زي الزمالك، هستحوذ على الكورة. أنا قدام النادي الأهلي مش هنزل لعيبة وسط مدافعين كتير، أنا هنزل لعيبة وسط مهاجمين وبيعرفوا يمسكوا الكورة ويعرفوا يحركوا الكورة وعندهم المهارات. نزل كندوسي وبالحاج ونزل زلاكة ونزل إسلام عيسى، كل اللعيبة اللي عندها كورة حلوة نزلها. أنا مش هدافع قدام النادي الأهلي وهسيطر على الكورة قدام النادي الأهلي. دي جرأة كبيرة جدا من أيمن الرمادي. وده ما يعملهاش إلا مدرب كبير جدا فاهم كويس قدرات فريقه. قال لك إن إحنا النهاردة تصريحات كابتن أيمن الرمادي، قال لك خسرنا قدام الأهلي لكن إحنا كنا الأفضل في المباراة والأكثر سيطرة وخلقنا فرص أكتر، لذلك أنا سعيد بأداء اللاعبين. وقال إن أنا فخور جدا بفريقي سيراميكا كليوباترا اللي هو النادي اللي تأسس حديثا قبل 4 سنوات فقط، وهو الآن بين الأندية اللي بتقدم كرة قدم جميلة وأنا شخصيا استمتعت بيها. قال المباراة توقفت كثيرا وده مش في صالح كرة القدم، وكنت بتمنى إن إحنا نلعب الزمن الفعلي في الشوط الثاني لتوقف خلاله اللعب كثيرا. دي كانت تصريحات الكابتن أيمن الرمادي بعد المباراة. مستنيين نشوف مباراة كبيرة ما بين الأهلي والزمالك، وعايز أطلب طلب أو مش طلب عشان محدش ياخد بطلبي أصلا، يعني هقول أمنية. تعالوا نتمنى مع بعض، احنا فرحانين بالأهلي والزمالك، شرفونا في مباراة السوبر الأفريقي، بيلعبوا تاني سوبر مصر قدام جماهير العربية وفي الإمارات. خلوا الصورة يا جماعة مثالية وحلوة. الكام يوم اللي جايين دول مش عايزين التصريحات اللي هي من تحت لتحت ولا الكلام اللي بيلعب عند مشاعر الجماهير ولا الحاجات اللي ما ينفعش تطلع من مسؤول. والمسؤول هنا مش بس إدارات الأندية، المسؤول هنا ده مدرب، المسؤول هنا ده لعيب بيلعب دلوقتي في الزمالك أو الأهلي، المسؤول ده لعيب سابق كان بيلعب في الزمالك أو الأهلي. تصريحات مسؤولة، نفرح بالأهلي والزمالك، بالزمالك والأهلي، يخلينا كده شكلنا مشرف قدام الدنيا كلها وهي بتتفرج علينا وفرحانين بينا وفخورين بينا. فنعمل الحاجة اللي تخلينا بجد قدام الدنيا كلها نقول احنا كبار، فخليكم كبار. تعال أقول لك تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري. في 2003 نادي الأهلي والزمالك التقيا لأول مرة في كأس السوبر، فاز الأهلي وقتها 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف. في 2008 كانت المرة الثانية اللي بيلتقي فيها القطبين وفاز الأهلي بهدفين دون رد سجلهما أحمد حسن ومعتز زينو. المرة الثالثة انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف وحسم الأهلي اللقاء لصالحه 5-4 بركلات الترجيح في 2014. وفي 2015 كانت المرة الرابعة وكانت المرة الأولى اللي تقام فيها المباراة في الإمارات، فاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، سجل الأهلي عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا هدف، وسجل عمر جابر وكهربا للزمالك. سبحان الله سبحان الله، عبد الله السعيد دلوقتي في الزمالك وكهربا هو اللي في الأهلي. 2016 كانت المرة الثانية اللي بيلتقي فيها الفريقين في الإمارات والخمسة بشكل عام، وفاز الزمالك وقتها 3-1 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي. 2018 كانت المواجهة السادسة أقيمت على استاد برج العرب، الأهلي فاز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، للأهلي سجل جونيور أجايي هدفين وحسين الشحات هدف، وللزمالك محمود علاء هدفين من ركلتي جزاء. بعد كده في 2019 الأهلي والزمالك لعبوا في الإمارات السوبر، انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي والزمالك فاز بركلات الترجيح 4-3. في 2021 كانت المواجهة الثامنة بين الأهلي والزمالك في السوبر، انتهت لصالح الأهلي بهدفين دون رد سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد. دي كان آخر سوبر ما بين الأهلي والزمالك 2021. طيب معلومة مهمة، بحسب مسؤول في نادي الزمالك عرفنا أنه
هيتم توقيع عقوبة مالية على مصطفى شلبي وفقا للائحة الفريق بعد اعتراضه على التبديل في مباراة بيراميدز. مصطفى شلبي قال للكابتن عبد الواحد السالم مدير الكرة بعد الماتش انه كان بس متضايق من مستواه في الملعب وما كانش معترض على التغيير. والزمالك زي ما قلت لكم هيعاقب مصطفى شلبي في كل الاحوال عقوبة مالية طبقا للائحة. دي حكاية. قلت لكم انا من شويه زيزو قبل ضربه الجزاء كان اتكلم مع رمضان صبحي وقال لعواد ما تتحركش بدري عشان رمضان هيلعب على التحرك بتاعك. وعواد وقف ما تحركش اصلا يعني فالاخر يعني اتصدت الكوره بتوفيق طبعا لصالح عواد. دي حكايه. حكاية أخرى، عمر جابر وارد أنه يلحق مباراة الفاينل أمام النادي الأهلي، وبرضه اتكلم في الأمر ده الأستاذ أحمد سالم من شوية. الجهاز الطبي شغال معاه كويس جدا، هو عنده شد في العضلة الخلفية، هيعمل اختبار طبي بكرة وهيشوفوا إمكانية لحاقه بالمباراة. في أمال كبيرة من الجهاز الطبي والجهاز الفني أن عمر جابر يلحق المباراة، مباراة الزمالك. في وسط بقى كل ده النهارده محمد صلاح قدام تشيلسي بيسجل هدف من ضربه جزاء، مباراه خلصت 2-1 لصالح ليفربول. بس محمد صلاح وصل بالهدف النهارده انه يكون تاسع لاعب يسجل اهداف في تاريخ البريمير ليج الهدافين التاريخيين. تبص الاسماء اللي فوقيه اصلا، الان شيرر، هاري كين، وين روني، اندرو كول، سيرجيو اجويرو، فرانك لامبارد، تيري هنري، روبي فاولر، جيرمان ديفو. هو بقى قد جيرمان ديفو في المركز التاسع، فاضل له هدف واحد ويوصل لروبي فاولر في المركز الثامن، وبعد كده نشوف هيحصل ايه في المراكز اللي بعد كده. بالمناسبه هو تاسع الهدافين التاريخيين في الدوري الانجليزي وسادس اللاعبين اللي ساهموا في اهداف في تاريخ الدوري الانجليزي سواء بالتسجيل او بالصناعه. رقم برضو تاريخي، رقم تاريخي جدا لمحمد صلاح، رقم مميز يعني. طيب هلسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل للحديث عن مباريات اليوم. هيشرفني وينورني الكباتن كابتن صلاح عاشور، كابتن محمد رزق لاعباء الزمالك والاهلي السابقين. خليكم. اهلا بحضراتكم مره اخرى، يشرفني للحديث عن مباراتي اليوم في السوبر المصري الكباتن الكبار كابتن صلاح عاشور وكابتن محمد رزق نجمي الزمالك والاهلي السابقين. كابتن صلاح منور الدنيا، سعيد جدا. الله يخليك، ربنا يكرمك. انا اكتر، ربنا يخليك. اخبارك ايه؟ كله زي الفل كويسه الحمد لله. كابتن محمد منور الدنيا، ربنا يخليك، منوره دايما بيك، ومبسوط جدا ان انا موجود مع حضرتك طبعا والكابتن صلاح يعني حبيبي. طيب هبدا بمباراه الزمالك وبيراميدز كونها هي اللي بدات اليوم اولا في الرابعه. شفت المباراه دي ازاي؟ كانت ممتعة، كانت مباراة حلوة، فرقتين كبار عندهم إمكانيات كويسة، السكواد بتاعهم كويس مع إن السكواد بتاع بيراميدز أعلى، لكن الزمالك عنده الشخصية بتاعت البطولة. هو ده اللي الزمالك كسب المباراة إزاي النهاردة؟ بشخصية الزمالك، بتاريخ الزمالك، بخبرات اللعيبة، بخبراتهم في البطولات اللي زي دي، بيقدروا يحسموا المباريات، وطبعا بتوفيق بتاع عواد في ضربات الجزاء. نفس السؤال يا كابتن محمد، ليه النهارده الزمالك كسب المباراه وليه بيراميدز خسر المباراه؟ يمكن تكمله برضو لكلام الكابتن صلاح، انت بتتكلم في لعيبه وجمهور، وطبعا الكلام ده كله بيراميدز مش متعود عليه. فالطبيعي ان انت اللي عليك الضغوطات، انت نفسك تكسب فريق كبير بشخصيته بكل حاجه، انت اللعيبه اللي موجوده دي ما قدرتش تكسب، فانت اكيد الفرق كله طبعا في شخصيتك. انت شخصيه فرقه متعوده على البطوله، غير نادي يعني لسه جديد على الموضوع. لعيبه كتير كويسه، سكواد اعلى من اي حد في مصر دلوقتي، لكن حته ان انت في حافز موجود دايما طول الماتش، جمهور موجود بيدعمك لاخر دقيقه، دي فرقت طبعا مع نادي الزمالك. صحيح. الزمالك النهارده على مستوى الاداء الفني
قدم ايه في المباراه النهارده؟ هل الزمالك كان افضل من بيراميدز على المستوى الفني ولا بيراميدز كان افضل؟ لا، هو بيراميدز في اوقات كتير من المباراه كان كويس، كان ماسك كوره بس ما كانش فيه خطوره. يعني بعد لسه كنت بتكلم مع رزق، بعد ما جاب الجون الاولاني ابتدى التحضير بتاعه نقل الكوره، مش عشان اجيب جون، انا عشان اضيع وقت مثلا او مستحوذ على الكوره وخلاص. لكن الزمالك جات له فترات كان لا بيبقى مؤثر، كانت الهجمه بتروح بيقدر يفنشها، ما كانش فيه توفيق طبعا في الفينش، لكن الزمالك كان اخطر. يعني الزمالك كان عايز المباراه اكتر من بيراميدز. مين اللاعبين النهارده عجبك اداؤه في الزمالك؟ طبعا ناصر ماهر هايل، لعيب كويس جدا ومؤثر وجريء ويعني بيقدر يعمل اللي بيصنع الفارق. زيزو كان كويس، عبد الله طبعا هايل، يعني لا مجموعه لعيبه كانوا كويسين. طيب. بنتايج هايل. هايل. هسألك كابتن محمد على زياد كمال تحديدا، كون هو النهارده اللي كان بيعوض غياب دونجا، هل زياد كمال قدر يعوض غياب دونجا ولا لا؟ يعني مجريات الماتش طبعا، يعني ان هو طلع بمكسب للفرقه والحاجات دي، حتى لو هو يعني مش 100% زي دونجا طبعا، فالمكسب هيغطي على الحاجات دي. لكن طبعا دونجا لعيب كبير طبعا، فترات كبيره في الملعب، وزياد محتاج وقت في الملعب. زياد لو لعب فتره كبيره هيبقى وجوده مهم في الفرقه. يعني انا قلتها من فتره ان زياد ده يعني هو محتاج وقت وثقه من الناس فيه، هيأدي كويس جدا وهيبقى له دور كبير قوي في الفرقه. حاسس ان هو لما بيلعب بيمسك في الفرصه ولا لا؟ هو بيحاول صراحه. يعني هو باين عليه، يعني هو حتى باين عليه في الشغل ان هو بيحاول على نفسه في الملعب، وده اكيد ما بيجيش كده صدفه، اكيد هو برده في التمرين دايس على نفسه وشغال بره على نفسه كويس، فما فيش حاجه بتيجي كده صدفه، اكيد في تعب، فاكيد ان شاء الله يعني الفتره الجايه يكون موفق وياخد الفرصه كامله يعني، وان شاء الله نشوفه دايما كويس ان شاء الله. هل محمد شحاته النهارده قدر يعوض عمر جابر ولا لا؟ بنسبه كبيره. بنسبه كبيره. يعني شحاته طبعا هو في نص الملعب هيكون افضل من الباك رايت، لكن هو لعيب راجل وعنده روح وبرده عنده شخصيه، وكان يعني يعتبر يعني طبعا عمر جابر لعيب خبرات وقيمه كبيره في الزمالك، لكن شحاته ادى الغرض. يعني جوزيه جوميز للمباراه الثانيه على التوالي نفس الامر، يخش في الزمالك هدف، يقدر يعوض بهدف ويروح لضربات الترجيح ويفوز بضربات الترجيح. مباراتين كانوا في منتهى الصعوبة، وحتى على مستوى التشكيلة أو الاستقرار الفني أو كان الأهلي أفضل من الزمالك على الورق، أنه كان ترشيحات أكتر، وبيراميدز كان أفضل من الزمالك على الورق. إزاي قدر جوزيه جوميز يتفوق في المباراة؟ هو جوميز من الواضح أنه هو هادي ومش يعني ما بينقلش توتر للعيبة، فدي نقطة مهمة في الماتشات اللي هي بتبقى على بطولة، دي بتبقى محتاج تاخد من المدير الفني الهدوء بتاعه والثقة والحاجة دي. التنظيم يعني دايما تغييرات جوميز انا بشوفها كويسه وفي توقيتات مناسبه، قدر يوظف اللعيبه بالامكانيات اللي موجوده بالظروف اللي موجوده ان هو ياخد من المباريات اللي هو عايزه اللي هي البطوله. فمش فارق معايا انا، بالنسبه لي مثلا بلعب بيراميدز النهارده لو عملت اداء كويس عالي جدا وخسرت مش هبقى مبسوط انا كمتفرج او مشجع لنادي الزمالك. راجل عارف هو عايز ايه من المباريات، قدر ياخد الثلاث نقط وياخد البطوله في او ينافس على البطوله الحاليه بذكاء يعني، فانا شايفه كويس. صحيح. زي ما اتفقنا ان بيراميدز عنده تشكيله قويه جدا وعنده عمق كمان في التشكيله، تشكيله اساسيه وتشكيله احتياطيه، هل يوريشيتش النهارده لعب بالتشكيله المثاليه الشكيله المناسبه ولا ادار المباراه بشكل خاطئ؟ لا هو اكيد ما ادارش الماتش بشكل خاطئ ولا حاجه. هو يعني هو اللي بدا وهو اللي ضاغط وهو يمكن معظم الاوقات هو المستحوذ على الماتش. لكن هي المشكله اللي انا لسه بقول لك عليها، هي دلوقتي انت ما فيش حافز ولا حد على طول عامل عليك ستريس فانت بتضغط على الفرقه. لا هم ما جابوا الجون خلاص الماتش بالنسبه لهم بقى استحواذ سلبي. فانت خلاص الزمالك قدر يرجع تاني يظبط اموره، الاخطاء اللي كانت في بدايه الماتش بدات تروح، واكيد اهلي او زمالك الاخطاء هتقل، هيكسب اي حد لان هو شخصيته والجمهور والدافع معاه. فانت بالنسبه لك انت اي خطا مع الفرق الكبيره هو اللي بيكلفك. صحيح. طيب ده فيما يخص مباراه بيراميدز والزمالك. النهارده مباراه الاهلي والسيراميكا كليوباترا، رايك فيها بشكل عام وبعد كده اسالك تفصيل.
يعني مباراة كانت ممتعة برضو من جانب سيراميكا. أنا شايف أن كابتن رمادي مهيل عامل أداء ووصل اللعيبة لفورم هايلة وفي انسجام وفي حاجة باينة في الملعب. برضو اللي خلى الأهلي ياخد الماتش شخصية الأهلي. سيراميكا كانوا أفضل طول الماتش واللعيبة مجتهدة واللعيبة واقفة على رجليها وفي بساط وشغل في الملعب. انا كنت اتمنى ان هم يبقوا مصدقين ان هو سهل ان انا اكسب والعب على النهائي. انا كنت اتمنى كده، لكن برضو ارجع واقول لك شخصيه الـ الاهلي بتفرض عليه ان هو ما ينفعش ماتشات زي ديت يطلع منها خسران، بتفرض عليه والجمهور وضغطه الجمهور بتخلي الاهلي دايما عايز يكسب. طيب، زي زمالك رغم الهدف المبكر، هذا جه في الثانيه 12 لطاهر محمد طارق كابتن محمد، وتصورنا انه الاهلي بقى نفسه مفتوحه في المباراه دي، وقبل المباراه كنا كلنا نقول ايه الاهلي بعد ما خسر السوبر الافريقي، يعني الله يكون في عون سيراميكا كليوباترا النادي الاهلي هينزل ياكل النيل. بعد الهدف اللي جه في الثانيه 12، الاهلي في الشوط الاول تقريبا مش موجود وسيراميكا كان مسيطر طولا وعرضا. الشوط الثاني يعني الاهلي زق شويه مع سيراميكا كليوباترا اللي كان برده افضل في المباراه. ايه السبب اللي خلى الاهلي النهارده ما يظهرش بشكل جيد؟ فريق سيراميكا هي السبب ان الاهلي يبان ان هو وحش. فريق سيراميكا الماتش تقريبا معظم الاوقات هو اللي مسيطر، هو اللي بيحاول، هو اللي عايز يوصل للجون. الاهلي يعني بعد الجون مسلم للماتش خالص، ان هو ممكن في اي وقت يخطف جون تاني والماتش يخلص. لا، فريق سيراميكا لو زي ما الكابتن بيقول، لا انت لازم تصدق، انت فرقه كويسه، انت وصلت كتير جدا. انت لو في 2-3 لعيبه، يعني لعيبه كبيره ومثلا كانوا في الاهلي او في الزمالك والكلام ده، لا كان فرق معاهم كتير جدا، لان هي كانت يعني هتقل الفرقه. ان انا اصدق ان انا اكسب الاهلي، ايه المشكله؟ انا كويس وانا اللي بحاول وانا اللي مسيطر وانا اللي عندي فرص كتير، فليه ما اكسبش؟ هل اتفاجئت النهارده بتشكيله النادي الاهلي؟ والله كل الناس اتفاجئت، يعني حاجات كتير غريبه بتحصل. يعني ندفت بقاله فترة كبيرة بعيد، فأنت بدأت بيه. إمام بيلعب على الطرف، ففي حاجات غريبة حصلت. وسام مش موجود مهاجم. يعني في حاجات غريبة، في حاجات غريبة ما تفهمش الراجل في دماغه إيه. يعني أنت لو دلوقتي لو لا قدر الله الأهلي خسر، كان الراجل شال كل حاجة. عامل كل حاجة غلط. يعني أنت توفيق ربنا بقى، ويمكن ربنا بيعوضهم عن الماتشات اللي فاتت مثلا اللي كانوا بيبقوا فيها كويسين وبيخسروا. لا، يمكن ربنا وفقهم في الماتش، لكن هم ولا يستحقوا المكسب ولا كانوا احسن. طيب، هل كابتن صلاح، هل مارسيل كولر فكر في المباراه النهائيه اكتر من المباراه دي؟ لو عمل كده دي مشكله كبيره، لان انا مش هقدر اوصل للنهائي غير بالماتش الاولاني. فان انا اعمل تشكيل زي ما كابتن رزق بيقول دلوقتي، لو انا بعمل تشكيل مريح فيه بعض العناصر عشان النهائي، ما انا وارد جدا ان انا اخسر الماتش ده. وكان وارد جدا وكان هيحصل كده، لو زي ما بنقول لعيبه سيراميكا مصدقه الفرص اللي جات لها ديت بيترجموها الاهداف، كان الماتش هيبقى متغير خالص، كانت النتيجه هتبقى متغيره خالص. فانا بقول التحضير لماتش سيراميكا ما كانش باهتمام، اظن يعني الله اعلم جوه الجهاز ايه او جوه تفكيرهم ايه، لكن اظن من بره كده ان لا، كان الاهتمام بالنهائي اكتر من الماتش ده. عظيم. في راي كابتن محمد يقول لك انه كولر فقد السيطره على الفريق، في راي ثاني يقول لك انه اللعيبه دي شبعت. الكلام اللي بنسمعه دايما في مثل هذه الظروف، يعني رايك ايه في الكلام ده؟ والله لا طبعا، يعني انت في النادي الاهلي او في نادي الزمالك اللي بيشبع ده ما بيبقاش له دور ولا بيبقى له وجود في الفرقه. فما اظنش موضوع الشبع ده خالص. يعني هو ممكن بس الاخطاء اللي بتحصل في الماتشات هي اللي مبينه ان لا في حاجه غلط. لكن لو طبعا لو الاهلي بيكسب حتى زي النهارده مثلا، انت كسبت وانت وحش. فالناس هتسيب كل حاجه ويقول لك شخصيه البطل وكسب، فمش هيطلعوا الاخطاء. لكن لو الاهلي خسر النهارده، بس احنا قاعدين بنتكلم على انه الاهلي ما كانش جيد النهارده. يعني هو الاهلي كسب صحيح، بس ما حدش يقدر يقول انه الاهلي مثلا كسب عشان كان جيد او كان هو الفريق الافضل. هي بقى دي النقطه اللي احنا بنتكلم فيها. انت دلوقتي لو الاهلي كان خسر، كنت هتطلع عيوب ومشاكل وكل حاجه، وهتقول الدنيا بايظه جوه اوضه اللبس والكلام ده كله، وهيتقال وناس كتير هتصدق. صح. لكن انت لما كسبت هيقول لك لا، شخصيه البطل وعشان هم ملمومين والدنيا كويسه فكسب. هي الميزه من الماتش ده ان انت لازم ترجع تقف على ارض صلبه. انت دلوقتي ولا انت كان ممكن تصعد النهائي بالتشكيل اللي انت عملته، انت بصيت على ماتش مش مضمون اساسا ان انت توصل له.
يعني انت دلوقتي هتوصل النهائي ازاي وانت ما كسبتش سيراميكا؟ صحيح. فانت صحيح. كان طبيعي ان انت تبقى مجهز للفرقه دي ومهتم بيها اكتر من الزمالك. الزمالك بالنسبه لك كتاب مفتوح. يعني اللعيبه معروفه، التشكيل معروف، لو تغيير واحد او اتنين عادي، لكن سيراميكا لازم اكتر اهتمام بيها. يعني الاهتمام بسيراميكا يبقى 200%، الزمالك 70-80% عادي، مفيش فيها مشكله. صحيح. بس هرد على النقطه دي، انا متهيالي ان مكسب الزمالك قبل ماتش الاهلي ده برضو حط اللعيبه تحت ضغط، ان انا خسران من الزمالك الماتش السوبر، فاللعيبه عايزه يعني خلاص تفكيرها بقى في الماتش اللي جاي، انا عايز اعوض اللي حصل. فدي برضو مشكله، يعني التوتر بتاع او الضغط بتاع الجماهير وبتاع الاعلام ان الاهلي راجع والاهلي هياخد بالصقر وعايز يكسب الماتش ده، متهيألي ده برضو عمل ضغوطات على اللعيبه خلاهم مركزين في الماتش اللي جاي اكتر من عايز اسالك على لعيب تحديدا، هل الاهلي مش قادر يعوض محمد عبد المنعم في الملعب؟ هو طبعا محمد عبد المنعم قيمه كبيره ولعيب مدافع مختلف، يعني لعيب كوره وبيعرف يبني هجمه، ويعني لعيب مؤثر في اي تيم. لكن الاهلي ما ينفعش انا اقول في الزمالك والاهلي بالذات في لعيب مؤثر، لان موجود ياسر ابراهيم، موجود رامي، والاثنين ماشيين كويس. ورامي خد بالك، رامي عامل اداء هايل الفتره ديت، وداه المنتخب، وكمان هو من نجوم المنتخب. فانا موضوع ان لعيب يفرق في فرق الكبيره، في اهلي، زمالك، بيراميدز، لا، الفرق دي عندها سكواد عالي جدا، يعني ما ينفعش لعيب ياثر قوي كده. صحيح. امام عاشور، هل هو فعلا متراجع في المستوى؟ لا، بشكل كبير اساسا. بشكل كبير اساسا. لا، هو انا قلتها اكتر مره مع ناس كتير جدا، انا شايف ان امام لحد دلوقتي ما وصلش ال 50% اللي كان فيه في نادي الزمالك. وهي لها برضو اسباب. انت في نادي الزمالك كنت شايف ان السبوت كله مثلا على زيزو وشيكابالا وكل الناس اللي موجوده كاسماء كبيره، فانت كنت بتعمل اقصى مجهود عندك عشان تظهر للناس ان انا موجود، ان انا ليا اسم، فانت لازم تعرفوا ان انا مؤثر في الفرق. لكن هو لما راح الاهلي حته ان هو برضو خلاص هو مسنود بحته ايه، ان انا جاي من الزمالك، فانا في اسوأ الظروف مش هطلع من الملعب، في اسوأ الظروف مش همشي من النادي دلوقتي، فانا محمي شويه. لكن الناس لازم تتعامل معاه ان هو يفهم النقطه الاهم، الاهلي ملوش عزيز مهما كنت انت مين، عادي، اصلا الاهلي والزمالك ما ينفعش يقفوا على لعيب واحد. مهما كنت انت مين، لا، اعرف ان انت مجهودك هو اللي هيخليك موجود. انت مش قادر تتطور او مش قادر ترجع لمستواك. انا شايف عيب برضو الفتره اللي فاتت ان هو بيلعب باستمرار وهو وحش. انت برضو لازم تحمي اللعيب بتاعك، يعني لازم ياخد فتره كده يبعد عن الاضواء والضغط اللي عليه والضغط الاعلامي والكلام ده عشان يقدر يرجع. لكن طول ما انا يعني مستواي وحش والدنيا معايا مش احسن حاجه وبلعب، انا مش عارف ارجع، مش قادر. طيب كابتن سعد، اسالك على المباراه اللي جايه، مباراه الاهلي والزمالك، شايفها هتبقى فيها، هيبقى شكلها عامل ازاي؟ بص، احنا ما نتوقعش مش النتيجه دايما. دايما بس تتوقع اكيد الاداء، او تتوقع الافكار، او تتوقع مين اللي فرصه اكبر؟ ما عشان كده انا بقول لك موضوع الفرص. في ماتشات الاهلي والزمالك بالذات، لا، ممكن زي ما كنا بنتكلم من الاهلي الماتش اللي فات كان فرص، والناس كلها بتتكلم ان فرص الاهلي افضل من الزمالك، والزمالك هو اللي خد البطوله. فالماتشات دي بتبقى حسب حاله اللعيبه في الوقت ده، في وقت المباراه. انا اتمنى طبعا ان الزمالك هو اللي ياخد اللي يكسب يعني، وياخد السوبر. واتمنى ما يبقاش في عصبيه من اللعيبه او من الجماهير، ان هي تبقى محمسه اللعيبه بزياده، او الاعلام يكون مؤثر في مدي للمباراه طابع انتقامي، او طابع في شده او عصبيه او تعصب. اتمنى انه يبقى مباراه يعني فنيه، يظهر اللعيبه انه بيتمثل مصر برضو في دوله خارج يعني ما نلعبش الماتش في ارضنا مصر. فلازم يبقى فيه. انت قلت كلام حلو بصراحه، عشان كنت لسه بتكلمه من شويه، بحس انه في بعض المسؤولين مش مسؤولين، والمسؤول دي ما اقصدش بيها بس الاداره، المسؤول ده ممكن يبقى مدير فني، المسؤول ده ممكن يبقى مدرب، لاعب سابق، بالزبط. يعني كل ده مسؤول عشان انت مؤثر قدام الناس، يعني انت كلامك مؤثر، انت راجل نجم كوره فانت مؤثر. عندنا مشكله في الجزئيه دي يا كابتن صلاح، طبعا في ناس بتقعد ايه بقى
خد التصريح ده اعمل قصف جبهه هنا. ما هي النقطه بتاعت الترند دي مشكله. يعني وبحس ان الناس كمان هي لسه كنت بتكلم مع رزق جوه والله بحس ان الناس كمان بتحب الموضوع ده، هي اللي بتنجح الـ 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 المشاكل يعني. لما يبقى في مشكله وحد يشاور عليها الناس بتفرح. مش مثلا نتجاهلها عشان الموضوع لا، دي مشكله جدا يعني. لازم يبقى احنا واعيين ويبقى في ثقافه كده ويبقى في هدوء ويبقى الموضوع مش 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 بنلهي الناس او بناخد عقول الناس بنضحك على الناس. لا لا خالص، احنا رايحين نلعب ماتش كوره في الامارات مش في مصر. لازم يبقى الناس تستمتع، لازم بالظبط الناس تستمتع والناس تحترم الـ 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 الكيان. صح. تحترم الكره المصريه. صح. ما ينفعش انا ابقى رايح اعمل مشاكل او رايح اتخانق مع كذا ويحصل مشاكل وناس. انا لسه مع ان في ناس حصل مشكله. أيوة. وراح البوليس. أيوة. خدوا. طب ليه 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 يبقى المنظر كده يعني؟ صح، يعني دي حاجه وحشه. اسمع رايك برضه يا كابتن رزق في الجزئيه دي. هو اكيد مش هختلف عن كلام الكابتن صلاح طبعا. انت دلوقتي يعني انت مش باسم نادي الزمالك او نادي الاهلي، انت راح تلعب باسم مصر. فالطبيعي ان انت تحترم نفسك وتحترم البلد اللي انت فيها. انت برضه لازم يبقى في حساب يعني، حته برضه ان الانديه سايبه الموضوع دي برضه مساعده. انت طبيعي ان انت لعيب عمل ازمه وتسببت في مشكله او طلع اتكلم على نادي منافس، لا انت لازم تقف هنا. انت في نادي ما يخص الكلام اللي انت تطلع تتكلم فيه يخص النادي اللي انت فيه. مش عشان انت بقى تطلع عند الجمهور انت البطل. وانا الوحيد اللي بحب النادي وانا بحارب. وبعدين المشكله دلوقتي الكبيره ان الناس بتنسى ان كل حاجه بقت متصوره وموجوده. فانت بتقول كلام دلوقتي ومن يومين بتقول كلام غيره. طب ليه؟ صح. عشان ايه؟ عشان يومين هتلعب كوره هتخلص كوره. بس سمعتك هتفضل موجوده بينك وبين نفسك قدام اهلك قدام اصحابك، هتبان لا ان انت شخصيه متلونه مع كل حاجه شويه. صحيح. في مباراه الزمالك النهارده، الزمالك والبيراميدز، مين كان افضل لاعب؟ في الزمالك كان ناصر ماهر. كان هايل. في بيراميدز كان ابراهيم عادل. ابراهيم عادل هايل برضه. هايل. انا يعني انا بشوفه يعني كان لازم يحترف، وبشوف ان الاداره كان المفروض تسعى ان يبقى طالع من عندها لعيبه، لان ده برضو بيخدم في الاول في الاخر منتخب مصر، بيخدم. صح. الكره المصريه. صح. افضل لاعب في مباراه الاهلي وسيراميكا كليوباترا، انا كوجهه نظري طبعا كابتن ايمن الرمادي. دي ما فيش فيها اختلاف خالص. صح. راجل ادار الماتش زي ما هو عايز ومشي الماتش زي ما هو عايز. هو لو كان في توفيق بس معاه كان قدر يطلع بالماتش زي ما هو عايز بكل الطرق، استحواذ واداء وفرص وكل حاجه. في طبعا في الاهلي يعتبر برضو طاهر مسجل هدفين يعتبر حاسمين بالنسبه له وصولك للنهائي. ف سيراميكا كليوباترا مين كان يعني؟ انا والله الفرقه كلها بصراحه يعني انا شايف ان هم ادوا بشكل كويس جدا. يعني انا بحب شويه بالحاج. كورته كويسه طبعا وكره سهله وقندوزي، بس انا بالنسبه لي بالحاج يعني انا بحب كورته، يعني كورته سهله كده مش معقربه في اللعب. فانا بتبسط لما بشوف الكره في رجله بصراحه. كابتن محمد نورت وشرفت، وكنت سعيد جدا بتواجدك معايا النهارده. والله اللي مبسوط ان انا مع حضرتك ومع كابتن صلاح طبعا. كابتن صلاح اتبسطت جدا بوجودك. الله يخليك. انا اكتر. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك. شكرا حبيبي. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، اصدقائي الاعزاء محمد جمال ومحمود الشاكر وتحليل مواجهتي اليوم، خليكم. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى لتحليل مواجهتي اليوم. يشرفني ونورني اصدقائي الاعزاء محمود شاكر ومحمد جمال. ومحمود شاكر الاول عشان بيزعل. ازيك يا كريم؟ اخبارك انت ايه؟ انا كده تمام، مش مشكله كده الحلقه تمشي حلوه كده. اليوم بقى لذيذ ها، عشان حاسس هو كده الاول. حاسسك مش مبسوط. لا لا انا تمام. صح كده؟ تمام. لا لا كله زي الفل. ازيك يا جيمي؟ حبيبي يا كريم. اخبارك ايه؟ كله زي الفل. كله حلو؟ كله حلو. بس انا هسال محمود الاول برضه النهارده. احنا عايزين نبسطه النهارده، صح؟ نبسطه النهارده. بالتاكيد هنتكلم على الزمالك وبيراميدز الاول، والسؤال مباشر وسهل. ليه الزمالك كسب بيراميدز النهارده؟ الزمالك كسب بيراميدز النهارده علشان خاطر انا شايف ان الزمالك مع جوميز اتغير. بقى زمالك بيعرف يكسب حتى لو ظروفه وحشه، حتى لو عنده مشاكل. الراجل ذكي جدا في التعامل مع الماتشات. عجبني قوي كريم النهارده ان هو عارف انه مش هيقدر يجاري بيراميدز في السرعات. ساب لهم الشوط الثاني كله ولعب تحت الكوره، وبيلعب الكوره عاليه لسيف الجزيري ولزيزو. دي نقطة. نقطة تانية،
بيراميدز عمل كل حاجه في الكوره، فريق عنده كل الامكانيات، ولكن هفضل اقول الكوره لا عمرها كانت فلوس بس، ولا عمرها كانت انتدابات ولا صفقات بس. الكوره محتاجه جمهور. جمهور نادي الزمالك النهارده هو اللي بيحرك نادي الزمالك. جمهور نادي الاهلي النهارده في الماتش اللي كان سيء جدا للنادي الاهلي برضه قدام سيراميكا هو اللي بيحرك النادي الاهلي. بقول ان بيراميدز لو معاه 5000 متفرج النهارده كان ممكن يكسب، لان بيراميدز مجريات المباراه كان احسن من الزمالك بكتير في كل اوقات المباراه. انما غير كده انا بشوف ان جوميز مدرب واقعي وشاطر جدا جدا في التعامل مع المباريات دلوقتي الاقصائيه. الزمالك يلعب ما يلعبش هو الزمالك بيكسب. من اول الكونفدراليه لحد ما السوبر المصري السوبر الافريقي، لا كان افضل من النادي الاهلي النهارده، ما كانش افضل من بيراميدز ولكن قدر يتفوق. فبصراحه كريم جوميز مدرب كبير جدا. وعموما البرتغاليين هم بقى حاجه فنيه بقى حصلت النهارده في المباراه. في ايه؟ تعال نخش في الجد على طول عشان احنا الوقت هيجري. تعال نخش في الجد. ممكن نجيب الهدف بتاع بيراميدز. هو كان عقاب للاعبي نادي الزمالك ان هم كسلوا يضغطوا عكسي، وفي نفس الوقت عقاب لسيف الجزيري اللي بعد ما الكوره كانت جون للزمالك ارتدت بجون على الزمالك. حلو. لما نيجي نشوف الجون الاولاني اللي جه للبيراميدز، هو نادي الزمالك ضغط اول 10 دقائق بس لما كان بيضغط على نادي بيراميدز كان بيغلط بيراميدز. بص هنا بيراميدز بيحاول يعمل البيلد اب من تحت، بيحاول يبني الهجمه من تحت. نادي الزمالك واقف كويس جدا جدا، موقف الاثنين الديفندرات مع الاثنين ديفندرات طلعوا بالكوره. هنا اول ما بدا يزق احمد سامي الضغط على فلاتي توريه على طول، اول ما اتقطعت بص يا كريم كام واحد، 3 على 3. بص في الجزيره يعمل ايه، بدل ما يطلع لزيزو ودي جون ارتدت. بص بقى لحظه اقف هنا بقى، نرجع حاجه بسيطه جدا. سيف الجزيري بعد ما الكره اتقطعت منه رقم واحد واحنا لسه في اول 12 دقيقه ضغط عكسي، اقطع خد الكوره، بعد ما كانت هجمه لزيزو وقف عمال يلوم في زيزو مع ان اصلا هو اللي غلطان. وكل لعيبه نادي الزمالك بقى الاربعه نكمل بقى الكوره، اول ما الكوره اتقطعت من بيراميدز، بص بقى على ارتداد لعيبه نادي الزمالك، مين الوحيد اللي ضغط هنا؟ زياد كمال. فين بقى لعيبه الزمالك الاربعه اللي قدام؟ بص الراجل بيتمشى بمنتهى السهوله، ما حدش بيضغط عليه، رمضان صبح هياخد الكوره بس مفيش اكتر من كده. بس هنا بقى الكره توصل لابراهيم عادل. بس جوزيه جوميز اصلا ما انا بقول لك هو متجنن اللي عارف. ارجع لقطه هنا، جوزيه جوميز هو بيشاور لهم بيقول لهم تعالوا. ارتداد ضعيف جدا جدا من لعيبه نادي الزمالك. جوزيه جوميز يلا يا بابا تعالى ارجع ارجع ارجع. مفيش لعيبه الزمالك كلها بتتمشى. هنا بقى المشكله، انت ما ينفعش تلعب قدام فريق بالسرعات دي بالقوه دي بالمهارات دي مع الموهبه دي اللي اسمها ابراهيم عادل. ورمضان صبحي بصراحه عمل واحده من بتوع رمضان زمان. وهنا بقى بص الفينش بتاع ابراهيم عادل، بصراحه رمضان كان عالمي يعني النهارده في الحته دي. ولو اني بقول ان انا بس ينقص رمضان في الحته بتاعه دور صناعه اللعب دي، ان رمضان يبقى مميز في التسديد لان هو شماله وحشه جدا. بس بقى بالمره بما ان الكلام على ابراهيم عادل، ابراهيم عادل ده كريم ما ينفعش يقعد في مصر اكتر من شهرين ثلاثه كمان كفايه. بص داخل عليك كام واحد ما بيفرقش معاه خالص، بص ما بيلعبش بشماله بيلعب بيمينه، وش رجله خارجي، موهبه مش طبيعيه. الرؤيه والقوه والدقه ما بيعتمدش احد. ابراهيم عادل ما بيعتمدش اي حد، بيدخل عليه بيرقصه بيفرقش معاه، بيستلم في حتت غريبه جدا واستلمات غريبه جدا. بص الكره دي برده في الدقيقه 46 هي ما كملتش معاه، بس انا عاوز اوريك بص الاوفر صعب جدا وعالي جدا. بص الراجل يعمل ايه، كنترول وقام دخل وقام رقص الاولاني، ولكن طولت منه شويه حسام عبد المجيد طلعها. مش ممكن انك تعمل كنترول في الزحمه دي بالطريقه دي، موهبه خرافيه موجوده عند مصر مش عند بيراميدز بس. يا رب ما اشوفش ابراهيم عادل في مصر بعد شهر واحد. بص الكوره دي برده يا كريم، هنا اول ما الكوره تروح لفيستون مايلي، الراجل عمره ما كان اناني رغم ان عنده مهاره، لعب الباص بيمينه ما لعبوش بشماله. عارف يا كريم لعب الباص بيمينه ليه؟ لو لعب باص بشماله السويرف بتاع الكوره او لفه الكوره هيتعمل عليها بلوك، فهو لما لعب الباص بيمينه السويرف كان العكس، فالكوره قدرت تروح لصديق اجوله، ودي الكوره اللي جه منها ضربه الجزاء اللي اتحسبت على نادي الزمالك واللي ضيعها رمضان صبحي. فقدام نادي بيراميدز ان انت تكسل ترجع هتتعاقب قدام موهبه زي ابراهيم عادل، وهو ده اللي حصل في الهدف الاولاني. انا قلت طلدم فيها ابراهيم عادل عشان نلحق اليوم مليان حاجات كتير. هتكلم عن ايه في مباراه الزمالك وبيراميدز؟ هدف الزمالك جمله مكرره مش بالصدفه، يختلف السيناريو لكن السكريبت اللي مكتوب في الاساس واحد. انك بتعمل اوفرلود، تعمل ضغط، تسحب الظهير، تفضي مساحه، تبتدي تشتغل. اشتغلها ناصر ماهر النهارده بشكل فردي، اشتغلها عمر جابر في مباراه الاهلي بشكل جماعي. فالمباراه الثانيه على التوالي في جمله متحفظه، ده شغل مدير فني. ان انا وانا مضغوط وانا بلعب فريق افوق مني
عنده قدرات فردية أعلى مني، أنا قادر أشتغل على الألعاب النمطية بتاعتي اللي أنا حفظتها لعبتي حتى في غياب عمر جابر الظهير الأيمن بتاعي. نشوف اللقطة بتاعت الجول وبعدين أجيب لك في كرة الأهلي ونفس اللعبة بنفس المساحة بنفس الضغط والزيادة العددية عشان أفضي مساحة في ظهر المدافع اللي قدامي. في مباراة الأهلي كان يحيى عطية الله كانت بخطأ من يحيى عطية الله، لكن في النهاية أنا بخترق نفس المساحة رايح أعمل نفس اللعبة، تمشي أو ما تمشيش ده بيقول إنه في تمرين في شغل إن أنا بسحب الراجل المدافع بسحب الراجل الهاف علشان أشغل الناحية التانية. فأنت بتتكلم على إنه في النهاية أنت بتتكلم على إنه في مدير فني عنده القدرة إنه يعمل أفكار بشكل معين، عنده القدرة إنه ينفذها حتى وهو مش جيد، بيحفظ اللاعبين حتى مع تغيير اللاعب اللي هو كان عمر جابر. تعالى نشوف الكرة، الكرة هنا بص انزل الكرة هتنزل الكرة هيعدي لا هتلم الأول هتلم الأول قبل ما الكرة ما تتقطع هتلم الأول خالص من الأول دي اولها رميه تماس ماشي. الكره دي في بدايتها كريم قبل ما نرمي قبل ما تتلعب رميه تماس الكره دي في بدايتها كابتن جاكا بيقول لك ان هي رميه تماس على الزمالك لصالح بيراميدز. الكره دي في بدايتها كان بيسحب محمد حمدي علشان يطلع لبره ما مشيتش لان حط رجله فيها بيفضي المساحه دايما اللي في ظهر الظهير. بص هنا ناصر هيستلم الكره هيلعب الكره الاول هيسند على شحاته هيحطها له بعدين هيعدي هو بيدور فين بيدور على المساحه لان شحاته مقفول عليه فهو الراجل متارجت من البدايه عدى بقدره فرديه لكن متارجت من البدايه المساحه اللي ورا محمد حمدي روح كمل 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 كملها كملها بعد كده هو بيلعب الكوره. بص هنا الحركه بتاعه سيف الجزيري هو اللعيب بيروح يتارجت المنطقه اللي راح لها الكوره انا عينيا على الكوره اول ما اللعيب بيروح ناحيه اليمين في نادي الزمالك المهاجم عارف ان الكوره اتحط بالعرض مش هيعمل اي حاجه تانية مش هيحطها عاليه ولا هيبتدي يعمل بريتيشن جوه ال 18. بص هنا بص الحركه بتاعه سيف نفس اللي عملها ناصر بس ناصر راح لما رجع معاه ياسر راح رجع قاطع القريب. بص لي وهقف هقف شويه عند الكره دي تحديدا وقف لي هنا دي عشان دي فيها لقطه تانية ماشي الاول ماشي وهرجع للفيديو تاني بس ماشي وهات لي بعديها الصورتين بتوع الجول بتاع النادي الاهلي اللي سجله الزمالك. بص يا كريم هنا اللقطه دي بما ان دي الصوره دي جهزت بتكلم عليها في الانترو فاش اتنين لعيبه دوليين ده بالمناسبه الظهير الايسر والجناح الايسر بتاع منتخب مصر اتنين لعيبه دوليين في لعيب عدى يعني يهيئ للناس انا ليه جبتها صوره مش فيديو يهيئ للناس ان اللعب وقف دول اتنين لعيبه بيتعاتبوا وفي لاعب وقف والحكم صفر والدنيا وقفت ما ينفعش اتنين لعيبه واقفين بيتكلموا مع بعض بيتناقشوا في الكوره وفي الراجل الوينجر اللي راح عليهم الهاف عدى وداخل ال 18 لعب الكوره بعرض هم الاتنين واقفين بيتكلموا مع بعض. انا بالنسبه لي انا وقفت عند الصوره دي كتير جدا دي قله خبره غير طبيعيه من الظهير الايسر والجناح الايسر بتاع منتخب مصر ان الراجل يعدي بالشكل ده والاثنين واقفين لعيبه بيعدوا بعض ويتكلموا مع بعض يعني هو لعيب حطها من ورا محمد حمدي وعدى وارد لعيب مهاري عدى واحد على واحد الوينجر الراجل نازل معاه لازم ينزل يعمل سبورت لازم ينزل يقفل ان هما الاثنين بيعدوا بعض ان هما اتكلوا على بعض. روح للي بعديه اللقطه كوميديه بصراحه الموضوع صعب جدا عشان كده انا ثبتها. بص يا كريم نفس القصه بتاعت نادي هو نازل ساحب الراجل الجناح الشمال هنا عشان يفضي ده الجون حطها هات الصوره اللي بعديها على طول علشان يخلق يهرب في المساحه دي علشان يروح. بص الحركه بتاعت ناصر منسي هي نفس القصه عارف ان اللعيب اللي هيوصل على الاند لاين الزمالك ما بيلعبش بجناح عكسي ناحيه اليمين الزمالك ما بيلعبش بجناح عكسي يعني ايه مين الجناح الاساسي في الخط ده كريم في الزمالك زيزو لما بيوصل للحته دي بيحط كروس عمر جابر هو الظهير الايمن الاساسي لما بيوصل للحته دي ما بيخشش ال 18 هو بيحط كروس فانا طول الوقت كمهاجم عارف ان الجناح اللي عندي عكس الاهلي بيلعبش كده الاهلي بيلعب بلعيب ايسر ناحيه اليمين فدايما بيدخل انسايد هنا الزمالك بيلعب بلعيب خط بجناح خط فالمهاجم حافظ في التمرين ان اول ما الباك او الجناح اللي في الناحيه دي هيعدي هيحط الكوره قدر الامكان ما تكونش عاليه علشان يخش يعمل بنتريشن بنفس الشكل بنفس التكنيك الفرق ان دي اتحطت على القريبه الثانيه اتحطت على البعيده فانا هنا بكلمك على جمل محفوظه من مدير فني قادر يستخدم ادواته حتى لو كان فيها بعض النواقص وبعض الفروقات الفرديه اللي كانت لصالح بيراميدز يحيى جوميز ويحيى لعيبه الزمالك انه بتغيير الافراد عمر جابر وناصر منسي النهارده بنتكلم على ناصر ماهر والجزيري قدروا انهم يكرروا صوره من مباراه الاهلي بشكل ممتاز. هايل. عايز تقول حاجه ثانيه عن مباراه الزمالك وبيراميدز؟ اكمل حاجه بسيطه تكمله على كلام جمال في الهدف اللي جابه نادي بيراميدز نادي الزمالك. انا عاجبني قوي جوميز ان هو دايما كريم بيقسم الماتش سيناريوهات. هو نزل اول 10 دقائق بيضغط على بيراميدز بعد كده بعد الهدف كان الطبيعي ان هو يبدا ضاغط بس هو كان عارف ان صعب قوي يجاري نادي الزمالك بس جه في اخر 5 دقائق طالب لعيبته ان هي تبدا تضغط والهدف اللي جه الاوت
كان من ضغط اصلا نادي الزمالك. تعالى نيجي نشوفه في الاول ازاي الزمالك كان بيضغط في اول 10 دقائق هم حالتين، بعد كده الحاله بتاعه الهدف. وعاوز اتكلم برده اعلق على القصه بتاعه محمد حمدي وابراهيم عادل، لان الخطا كله اللي يتحمله محمد حمدي اكتر من ابراهيم عادل. ده انا في اول 8 دقائق بص نادي الزمالك بيضغط بقوه كبيره جدا على بلاتي توري، اربعه دايما في الطرف، قام طلع الكوره على طول ناصر ماهر، كرة برضو نفس الكلام اللي بعدها نادي بيراميدز بيحاول يضغط، نادي الزمالك هنا بيبدأ يضغط ضغط عالي، بدأ يبدأ يزق، بيحاول يضغط على كل مفاتيح نادي بيراميدز. الاثنين الديفندرات معاهم اللعيبة الاثنين بتوع نص ملعب بتوع نادي الزمالك، هنا أحمد شناوي اتزنق قام لاعب الكرة العالية وصلت لنادي الزمالك. إذا نادي الزمالك لما كان بيحب يضغط على بيراميدز كان بيقدر يغلط بيراميدز، بس كانت المشكلة الوحيدة إن يا كريم ما يقدرش الريتم ده يفضل طول الماتش يلعب. ده الكرة بتاعت الهدف، بص مين اللي جاي؟ شحاته ساب مكانه خالص وقام داخل قاطع الكره من محمد حمدي، بعد كده شحاته برده تاني فضل مكمل. هنا ببص نادي الزمالك اختلف، دي اول كره من بعد الهدف الزمالك يضغط فيها ضغط عالي. تعال بقى اوريك حاجه غريبه جدا هنا في الكوره، بص هنا اول ما ناصر ماهر اول عد، هو القصه كلها ان محمد حمدي اعتمد ان في واحد قصاد واحد وهو في ظهر ناصر ماهر، فهو لو ناصر ماهر دخل جوه الملعب الطبيعي ان ابراهيم عادل هيحط جسمه وياخد الكوره. هنا الخطا الاكبر على محمد حمدي. نكمل الكوره، ليه الخطا الاكبر على محمد حمدي؟ انت ما تسلمش نفسك لاي حد، لو المان معاك لازم تفضل مع المان لحد الاخر. فهي دي كانت المشكله، حتى اللقطه دي اللي كان لسه بيتكلم عليها جيمي، الاثنين قعدوا يلوموا بعض وسابوا الكوره. بس القصه كلها هنا محمد حمدي، انا ما اعرفش بيغلط ابراهيم عادل في ايه، لان محمد حمدي هو اللي يتحمل 80% من الخطا بتاع الهدف ده. وبصراحه مهاره كبيره جدا من ناصر ماهر اللي بيثبت يوم ورا يوم ان هو واحد من افضل الانتدابات اللي قدر نادي الزمالك يعملها. ماشي، نروح للاهلي. يلا بينا. الاهلي وسيراميكا كليوباترا، ليه الاهلي النهارده ظهر بشكل سيء؟ دفاعيا ولا هجوميا؟ نبدا بدفاعيا. طيب، في صورتين برضو واخدهم برينت سكرين علشان الناس تشوفهم. والصوره دي يعني ان شاء الله بعد الهوا صورها كده وابعتها لمستر كولر يتفرج عليها. لا، لان هما دول الصورتين دول اي مصيبه بتحصل في الاهلي بسبب صورتين دول. اي حاجه بتحصل بسبب الوقفتين دول. اي حاجه بتحصل دفاعيا، عقم دفاعي، عقم هجومي، مشاكل، عدم ترحيل. بص يا كريم، في هنا في شادو فوق، بس في لعيب من الاهلي فوق. عد لي كده كام لعيب بعرض الملعب على الخط، 1 2 3 4، وفي واحد مش طالع معانا. كام لعيب؟ 5. الاهلي بيلعب 4 1 5، مفيش حد بيلعب كده في الدنيا. انت عم بتلعب بخطين، انسى الواحد اللي في النص ده لانه بيعملش حاجه، دايما في لعيب بيطلع معاه في كل المباريات، لعيب واحد بيطلع معاه. فانت بتتكلم على الاهلي كانه اختزل خطوطه اختياريا لخطين بدل 3. فالاهلي بيلعب 4 في الخط الخلفي، 1 وبعدين 5. ليه رافع 5 فوق؟ هتحضر ازاي؟ ما انت كده بتخلق للمنافس. هي حاجه واحده، بص هنا الثلاثه نزلوا، اللعيب هنا ظهر اهو هناك على الخط برده، وفي لعيب هنا في اسفل الصوره مش ظاهر برده. 4 1 5، هتطلع ازاي؟ يعني انت هتطلع ازاي؟ طب لما تيجي تدافع، لو انت رافع الخط الاولاني اللي فيه 5 لعيبه عشان الناس تبقى معانا، اللعيبه الخمس لعيبه بتوع الاهلي اللي في اخر نص الملعب دول، لو انت اللعيبه دي بتضغط من فوق بقى، بتضغط من اول الملعب خالص، اللعيبه دي هترجع ترتد امتى لو الكره اتقطعت وما نجحوش يعملوا الضغط؟ طيب تعال بص هنا، كل مصايب الاهلي الدفاعيه وارتداده وسيطره سيراميكا على الكره الثانيه كانت بسبب المساحه الكبيره ما بين الخط الاولاني الدفاع والخط الاخير الهجوم. يلا ادي خروج وقف غلط، 4 لعيبه، بص 4 ومعاهم 1، 4 ومعاهم 1، بقيه اللعيبه بتبص الخط واقف فين، الكره هتستمر واللعيب هيعدي وفي 4 فوق واقفين ما لهمش علاقه باللعب. والثانيه والكره ترتد، والثانيه والثالثه والهجمه، واللعيب يطلع على ال 18 علشان انت اختياريا اخترت انك تفصل فرقتك تماما، اخترت ان انت تقلل خطوطك خط. فلما تقلل خطوطك خط انت لازم تقف وتفكر انا بعمل كده ليه؟ يعني انا بعمل كده عشان العب لعب مباشر؟ انا على لعيبه المفروض فرديا في التدرج بالكوره وفي حالات اللعب عندي افضل كواليتي موجوده في مصر. طب انا بعمل كده اختياريا ليه؟ روح لبعد، بص يا كريم، الارتداد 4 على 4، بص الارتداد ارتداد كارثي، 1 2 3 4 من سيراميكا، ودي هجمه بالمناسبه ما كانتش مرتده، هي هجمه الاهلي فقد الكوره ولاعيبه سيراميكا عملوا تحول سريع، مش هجمه مرتده. 4 على 4، روح وديها، شالها طبعا، دي كانت بعد الجول مباشره، شالها مصطفى شوبير. اللي بعده، هات اللي بعده على طول، هات الحله اللي بعديها على طول، نفس الازمه. الكره الثانيه بسبب الارتداد اللي فيه مشكله، اللي فيه ازمه كبيره سواء في العمق او على الاطراف. وبعد شويه
لما نيجي بقى للحالات الهجوميه انا عارف هتروح عايز تروح معهم. بص هنا كريم نفس القصه, اللعيبه قريبه جدا يعتبر فينا خط واحد, باص واحد بيضرب ثلاث لعيبه مفيش مشكله سواء طولي او عرضي. اللعيب بيستلم, زلكا بيعدي من واحد واثنين بدون ادنى مشكله, بيحطها لاسلام عيسى بيعدي بيفنت وبيحطها بشماله فوق العارضه بدون ادنى مشكله. نفس القصه اللعيبه عماله بتجري ورا الكره بتحلق ليه؟ لان انت فاصل الخطوط تماما اختياريا عن بعض. الكره دي قررت مره واثنين مشي اللعبه على صوريات, قررت مره واثنين وثلاثه واربعه سواء من زلاكا او من اسلام عيسى او من كل لعيبه او قندوسي اللي قدم مباراه كبيره جدا النهارده. فانت ده مش جرس انذار, دي مصيبه سودة. انت بتتكلم عن الاهلي عنده كارثه كولر مصمم عليها ومصمم يلعبها وبيلعب بلعيبه عشان تنفذوا الفكره دي, وكل اللعيبه مش قادره تعمل ده. رفعت امام عاشور فوق, رفعت قفشه فوق مع المهاجم مع الجناحين, بتعمل كارثه كبيره في النادي. هي اللي انت لمستها في اداء النادي الاهلي النهارده. بص يا كريم, موضوع ليه كذا شق. الشق الاولاني ان النادي الاهلي ما بقاش قادر يطلع بالكوره من تحت, ده رقم واحد. فبتلجا ان انت تلعب الكور العاليه على طاهر محمد طاهر او عشان الكره الثانيه تنزل لبيرستاو. طب نسبه ان الكلام ده يحصل بالنسبه صحيحه نسبه قليله جدا, ما حصلتش في الماتش كله النهارده غير كوره واحده بس في الدقيقه السابعه اللي الاهلي عملها كده, غير كده كل الكور الثانيه كان بيحصل عليها سيراميكا. طب نقول الكره الثانيه نزلت وبقت مع النادي الاهلي او النادي الاهلي واخد خد الاستحواذ وعاوز يعمل الهجمه, لا عارف النادي الاهلي يعمل تحول, مفيش انسجام ما بين الخطوط القدام, كل الرهانات اللي خدها مارسيل كولر النهارده كلها ما كانتش صحيحه. تعال نشوف, انا جايب لك كده واديني وقت عشان نشرح نشوف القصه او المشكلتين كانوا فين. يلا بي. فاول على طول دقيقه من الماتش او اول خالص النادي الاهلي, من اول دقيقه كان دايما الاهلي ما بيلعبش من تحت. بص هنا مصطفى شوبير, نقف بس لحظه قبل ما الباص يتلعب من الاول. بص على سيراميكا البطر, بص ضغط ازاي يا كريم, هما بيلعبوا 4 1 2 3 قافلين كل زوايا التمرير على لعيبه الاهلي بتوع نص الملعب, مساحات كبيره جدا شاسعه ما بين لعيبه النادي الاهلي. بص عمر كمال تحت هنا المفروض الكره تلعب له, مصطفى شوبير واخد تعليمات ان الكره دايما تلعب على طار عشان الكره الثانيه نلعب الكره. مصطفى شوبير اول كره في الدقيقه 3 ونص, نكمل بقى الحالات نمشي الحالات. مصطفى شوبير هيجي هيحضر الكره, هيلعب الكره على مين يا كريم؟ هيسقط الكره على طاهر محمد طاهر عشان طاهر يلمس الكره الثانيه اللي دايما على طول بتروح لعند سيراميكا كليوباترا. طيب نكمل, بص هنا بقى النادي الاهلي ايه لغايه لما سيراميكا كليوباترا بيقطع الكره. الكره اللي بعدها نفس الكلام برضو في الدقيقه 47, بص ضغط سيراميكا ضغطوا على مصطفى شوبير, العب الكره العاليه, هي دي الكره الوحيده الصح في الماتش كله اللي الاهلي لعبها من تحت. طب تعالى بقى نشوف بعد ما الاهلي خد الكوره التحول اخباره ايه. ادي امام عاشور حاله كانت سيئه جدا النهارده, ادي الكوره طلعت اوت فاول مره الاهلي يطلع بيها صح من الكوره. الكوره اللي بعدها نفس الكلام برضو, ضغط على مصطفى شوبير ضغط عالي من الكابتن ايمن رمادي, الكوره برضو هتوصل لسيراميكا كليوباترا وبعدين النادي الاهلي هيحاول ياخد الكوره الثانيه على طول. رامي ربيعه يطلع كوره. بص بقى هنا يا كريم الهجمه تحولت للنادي الاهلي, وصلت لامام عاشور. بص لحاجه غريبه جدا هتحصل, امام عاشور هيقف يرجع رجع لقفشه, قفشه ياخد الكوره يرجع تاني وترجع الهجمه كانها هجمه عاديه بعد ما انت كنت رايح 4-4 رجعت تاني. كل ده ليه؟ عشان الاهلي عنده فقر كبير جدا في الناحيه الهجوميه. نفس الكلام ادي مصطفى شوبير هيضغط عليه, علق الكره العاليه, اول ما الكره العاليه بسهوله جدا. وبالمناسبه كريم ده نسخه طبق الاصل من التسليمه اللي سلمها مارسيل كولر وسام ابو علي لحسام عبد المجيد الماتش اللي فات, كل كره عاليه حسام عبد المجيد كان بيطلع ياخدها. طب تعالى بقى نشوف النادي الاهلي بياخد الكره اللي بيحصل هنا. النادي الاهلي هيدور الكره, ادي عمر كمال عبد الواحد, بص الاثنين رايحين في نفس المكان, الكره اتقطعت وبعدين الاهلي ياخد الكره تاني هيحاول يدور الكره مفيش فايده. هنا نفس الكلام, اول ما سيراميكا بيضغط على النادي الاهلي قوه كبيره جدا زي ما كنت سيراميكا كليوباترا هو اللي كان النادي الاهلي النهارده. الاهلي كل اللي بيعمله ان الاهلي عمال يشتت يطلع الالتحام تنزل الكره تاني سيراميكا. بص بقى هنا يا كريم لحظه اقف هنا, بص كام لعيب من النادي الاهلي, بص الزحمه اللي عاملها كابتن ايمن رمادي, الكره اتقطعت وبعدين النادي الاهلي خدها من الضغط وعدم التركيز. اكرم توفيق بيدي الراجل انفراد, ادي الكره دي كمان كانت كره خطره جدا, وقام الراجل بتاع سيراميكا كليوباترا وقامت اتشطت واتعمل عليها بلوك. تعال نشوف برضو يا كريم الكره اللي بعدها, الاهلي لا عارف يطلع بالكوره ولا الاهلي عارف يعمل تحول ولا, بص كل كوره الاهلي بيطلعها بيديها لسيراميكا كليوباترا تاني. بص بقى الكره دي لما تتلعب في الاخر ايه اللي هيحصل, كل ده الاهلي بيحاول يجري ورا الكوره. هنا هياخد الكره الراجل الباك ليفت بتاع سيراميكا كليوباترا
بص قطعت من النادي الاهلي تاني برضه سيراميكا رجع ياخدها تاني. الضغط كله كان بقوته سيراميكا والكره اتحولت. دي كانت واحده من اخطر الهجمات بتاعه سيراميكا كليوباترا لغايه لما الكندوسي هياخد الكره ولعب واحده كانت رائعه ولكن قدر مصطفى شوبير ان هو يتفوق. بص يا كريم دقيقه ونص الاهلي بيجري ورا الكوره لغايه لما الكوره كانت تخش جون لولا تالق مصطفى شوبير. كوره كمان فاضل كورتين بالظبط نفس الكلام هنا قفشه هيرجع الكوره لرامي ربيعه. رامي ربيعه هيرجع الكوره لياسر ابراهيم. الضغط على ياسر ابراهيم ياسر مش عارف يعمل ايه هيرجع برده لمصطفى شوبير. النادي الاهلي مش لاقي منفذ هوب العب الكوره العاليه اتقطعت الكوره العاليه. كل الماتش يا كريم الاهلي لا عارف يطلع من تحت ولا الاهلي عارف ان يعمل التحول وهي دي كانت الازمه الكبيره. فكريم سريعا بس قبل ما ننهي الحته دي مارسيل كولر محتاج يلاقي طريقه بناء لعب فيها لازم يكون فيها مروان عطيه ده رقم واحد. الاعتماد على الكور الطويله هو رهان ودايما رهان خسران بسبب الاطوال بتاعه لعيبه النادي الاهلي على الاطراف. قلت لي سر عجز الاهلي الدفاعي النهارده سر عجز الاهلي الهجومي النهارده. احنا قلنا احنا هنثبت ايه النهارده صورتين اللي خدناهم من شويه صح لان هي القصه كلها اللي بنتكلم عليها من قبل المباراه وعمالين نتكلم عليها وصوتنا اتنبع فيها. هنا مشكله الاهلي الاساسيه انه مش عارف يتحرك كوحده يبقى الخطوط قريبه مش عارف يتحرك مش عارف يخلق الثلاث خطوط الطابعين وعمليه التطرق بالكوره. فهوريك كورتين كره وحيده اتعملت صح الاهلي مرر فيها الكوره 75 ثانيه قدر انه يوصل للاند لاين يوصل لهجمه بكره خطره جدا بكثافه عدديه جوه ال 18 تحت عنوان بالنسبه لي انا ما انت بتعرف انت ليه مصمم انك ما بتعرفش يعني انت ليه مصمم طول ال 90 دقيقه انك ما بتعرفش ليه وصلت الناس ليه خليت الناس خدت فكره غلط عنك طول ال 90 دقيقه. وريني بقى تعال نشوف نشوف الحاله اللي انت مش عارف تعمل فيها حاجه يلا دي اللي هي دي الحاله اللي محمود بيتكلم فيها اللي هي طول الماتش تعال بص يا كريم احنا قلنا ايه في خمسة دايما في عندك خمسة قدام أربعة قدامهم واحد اللي هو كريم نيدفيد ماشي بقى ماشيها على عدلتها يلا دايما عندك رافع اللاين فوق بخمسة مش عارف تتحرك ينزل لك تاو يرجع تاني على اللاين يرجع تاني بص تاو راجع هنا ووقف هنا بص اهو كام لعيب خمس لعيبة أربع لعيبة في الخط الخلفي وواحد كمل بقى الهجمة كمل الهجمة أربعة واحد خمسة مفيش حد بيبني هجمة كده في العالم مفيش حد بيبني بالطريقة دي أبدا إلا لو فرقة بتلعب على الكرات المباشرة كمل ماشي على سرعة. بص هتلاقي الأهلي واقف محتار مش عارف يحطها لمين وهيضطر يلعب الطولية شكرا كم مرة 100 مرة اتعملت الأهلي عملها طول المباراة مش قادر يعمل حاجة حاول مرة واثنين وثلاثة وأربعة كمل دي الصورة اللي احنا كنا واخدينها كمل الصورة اللي بعديها وبعدين هات لي بقى الهجمه الوحيده اللي الاهلي فيها كان بيعرف قال لي الناس بعرف اقول لك ليه بقى بيعرف بص يا كريم هنا الاهلي عمال بيعمل بس ركز عمق الملعب اللي كان فاضي وكان فيه حفره في وسط الملعب الحفره السوداء في وسط ملعب النادي الاهلي مفيش مكان انت مش عارف تعمل حاجه انت عمال بتدور الكره ومفيش بص اكرم توفيق بيتمشى رافع الخط برده بخمسه معلش ارجع فريم واحد ارجع كذا فريم لحد ما اللعيبه اللي واقفه كلها جنب بعض كلهم على خط واحد كمان اول بس وقف هنا كام لعيب خمس لعيبه من النادي الاهلي على خط واحد. طب يا حبيبي انتوا مين فيكم هيشغل الثاني كلهم معلمين خمسه واقفين على خط واحد مستنيين الكوره طب مين هيديك الكوره بقى بص بقى ايه اللي هيحصل علشان تعرف تدور اللعب يلا هينزل تاو تحت هيبقى عندك اتنين في العمق قادرين يعملوا عمليه صناعه اللعب بص ادي واحد نزل او تحت وادي الثاني هينزل تحت هيبقى عندك اتنين في العمق عشان عمليه التدوير الكره ماشي الاهلي احتفظ بالكره 70 ثانيه ودي المره الوحيده الاهلي قدر يحتفظ بيها كل الوقت ده علشان يوصل في الاخر. بص الطبيعي بقى عندك خطين خط امامي اللي موجود فيه طاهر اهو عندك تاو قفشه معاه ادريش اهو خمسه في وسط الملعب المسافه بينهم صغيره خطين اتحطت لامام الكره اللي هتيجي في العارضه دلوقتي اتحطت لامام الراجل نزل سند لقى معاه لعيب حطها واتحرك حطها ليه حطيت الله اديها له تاني بص بقى وقف هنا بص الكثافة العددية بتاع الاهلي جوه ال 18 سيبك من الكرة بتاع امام نجات في العرض 2 3 4 5 6 6 من الاهلي جوه ال 18 ليه علشان انت قررت انك بتعرف قررت ان انت تلغي الفكرة بتاعت ان انا عندي عقم فانت رحت لفكرة ان انا عندي 6 في الخط الامامي لما خليت كل لعيب ينزل يستلم وعملت مراحل اللعب الطبيعية كمل بقى اللعبة الكرة اللي جت في العرض طبعا الحسنة الوحيدة اللي عملها امام عاشور النهارده الكرة اللي جت في العرض وصلت ان عندك 5 جوه ال 18 لانك لعبت الطبيعي
عملت ثلاث خطوط طبيعيين، نزلت تاو مع قفشة في وسط الملعب علشان تقدر تتحكم في الإيقاع. هايل. ده هايل. مقارنة ما بين الحالة اللي الأهلي ما كانش فيها بيعرف على مدار 90 دقيقة والحالة اللي كان فيها بيعرف الوحيدة النهاردة. يلا حاجة بس بسيطة تكملة على كلام جمال. هو احنا لما بنتكلم بنقول ان النادي الأهلي كان وحش، هو نادي سيراميكا كليوباترا النهاردة مع الكابتن أيمن الماضي يا كريم بجد عمل كل حاجة في الكرة صح. فلازم برضو نذكرهم ولازم نحييهم لأن النهاردة عملوا كل حاجة في الكرة صح. تعال بقى نتكلم على إمام عاشور. والسؤال هنا هو إمام عاشور النهاردة كان وحش عشان هو وحش ولا عشان لعب جناح؟ لا، إمام عاشور كان وحش عشان هو وحش. إمام عاشور اتكلمنا عنه هنا وقلنا أنه أحسن لعيب كرة في مصر، أكتر واحد بيفرق مع النادي الأهلي، ولكن إمام عاشور النهارده برضه ما راحش الماتش. اكتر لاعب في المباراه في الفرقتين خسر الاستحواذ ب 19 مره، فقد الاستحواذ للنادي الاهلي. امام عاشور انا من وجهه نظري محتاج حد يتكلم معاه لانه واضح ان هو مضغوط جدا جدا باماره يا كريم. كل كوره امام عاشور بياخدها عاوز يقول للناس انا اهو انا امام عاشور، عاوز يرقص ويعدي، وكل ما ترقص والكره تقطع منك ده بيفقدك ثقتك في نفسك. حتى كره العارضه دي كرة كانت بتتجلجل في رجله قبل ما يستلمها اول مره. تعال اوريك بعض اللقطات لامام عاشور توريك ان امام مضغوط جدا جدا وسيء جدا. اول كوره في المباراه خالص هنا امام عاشور خد الكوره، امام عاوز يقول انا اهو، دخل في وسط الزحمه، اربعه اتقطعت منه تحولت هجمه على النادي الاهلي. الكوره الثانيه نفس الكلام، كنترول لامام عاشور اللي كان مميز بيه جدا، الفيرست تاتش بتاعته، اللمسه الاولى بتاعته، استلام سيء جدا مع ان الكره واخده وقت كبير جدا يا كريم في الهواء، ولكن الاستلام كان وحش والكره طلعت اوت. الكوره اللي بعدها ادي كده كورتين في دقيقتين لغايه لما الحكم هنا صفر وطلعت اوت. الكوره اللي بعدها نفس الكلام برده، هنا اول ما النادي السيراميك اول ما النادي الاهلي يقطع الكوره ادي امام عاشور، امام مفروض هيجي هيعمل التحول. عاوز اوريك الباص بتاع امام سيء جدا 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 في وسط الملعب لغايه لما الكوره هتتقطع كالعاده من لاعبي سيراميكا كليوباترا. امام عاشور بيفقد الكوره بس للنادي الاهلي وهو كان رهان مارس الكوره الخسران النهارده. بص برده يا كريم هنا رامي ربيع يلعب الكوره لامام عاشور، امام خد الكوره عاوز يرقص، دي الكوره دي اللي جت، دي الكوره دي اللي كانت فاول واتقطعت منه، ما كانتش فاول واتقطعت وتحولت هجمه برده لسيراميكا كليوباترا. عشان امام دايما القرار الاولي نكمل الكوره مفيش مشاكل، عشان امام دايما القرار الاولي بتاعه ان هو عاوز يرقص، عاوز يثبت حاجه معينه، انا ما اعرفش ايه، بس واضح ان امام مضغوط جدا من بعد مباراه السوبر. نفس الكلام هنا يا كريم، اول ما امام عاشور هياخد المفروض يعمل التحول، بص وحش جدا جدا لقفشه اتقطعت وهجمه على النادي الاهلي. بص بقى الكوره دي هنا امام عاشور لما الكوره تقطع هتوصل له، امام هيرقص حلو قوي، عمل التمويه حلو قوي، نفس كره بيراميدز زي بتاعه الدوري، امام برده عاوز يخش جوه الزحمه لغايه لما الكوره اتقطعت من نادي سيراميكا كليوباترا. نفس الكلام هنا ادي امام عاشور، راجل هيخش معاه في التحام هياخد الكوره منه. امام عاشور النهارده كان رهان مارس الكورر الخسران، وانا شايف ان امام محتاج حد يتكلم معاه يزيل الضغوط من عليه لان هو مضغوط جدا. انا شايف ان الفتنس بتاعه افضل بكتير من مباراه السوبر، لعب تقريبا 90 دقيقه بس نفسيا وذهنيا واضح انه متاثر قوي باللي حصل في مباراه السوبر، لازم حد يتكلم معاه. معرفش كابتن محمد رمضان، معرفش مين بيهم ديت كوره، فده شيء مهم جدا. محمود شرفت ونورت، بشكرك شكرا جزيلا. جيمي شرفت ونورت، بشكرك شكرا جزيلا. ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الفيديو.